وليس عيبا أن تكون مراسل حربي، ولكن أنا على صعيد الشخصي كإنسان فعلا عندي رغبة بأنه أغطي شيء آخر ولا أوسم بهذا الوسم. بيصلني مسج من رقم أنه تهديد كذا وأنت وعائلتك، يعني صورته وبعثته داخليا للقناة، والآن أول مرة بتحدث فيه للعلن. باقية الزملاء لم أقابلهم أبدا، يعني عميد وباقي الزملاء وفادي وأحمد دراوشي والشباب اللي موجودين في القدس وأحمد جرادات وكريستين لم أقابلهم، وزميلنا مدير مكتب. مش محتاج أنا أكذب أو أختلق رواية هي مش حقيقية ومش دقيقة. هذه الخودة والدرع فقط من أجل التسليم بأنه هذه يجب أن تلبس، لكن لن تحمينا على الإطلاق. جمالي ما نستطيع تغطيته من مناطق قطاع غزة لا تتجاوز تقريبا 70% مما يحدث. الناس تحب من يكون صادق معها، فالبكاء مش محتاج تفسيرات كتير. يعني أول حاجة نشكر حمود اللي كان معنا مصور اليوم، مساعد تقني. أنا باسل خلف مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة، سعدت جدا بالوصول، يعني أنه فعلا ننجز هذا الأمر متعلق بلقائنا في تقارب بعد أيام من قطاع الاتصالات والإنترنت وظروف العمل الصعبة. التقارب أحمد بقاوي، فعلا شكرا لك، لأنه يعني دفعتني باتجاه انه استطعت فعلا انه تسمع اجابات عن امور كنت فعلا مؤجل الحديث عنها، سواء فيما يتعلق بظروف العمل او حتى مع العائله. وفعلا نحن نتحدث عن يعني التقارب اللي نحتاجه. الناس تريد ان تسمع من سكان غزه ولا تسمع عنهم. وفي حديث كثير مما تحدثنا فيه كنت اتحدث فيه بين باسل وباسل، الآن أصبح في متناول مشاهدي تقارب يستطيع أن يسمعوا ما الذي كنت أتحدث فيه مع نفسي، واستطاع أحمد أن يخرجه للبث وللنشر. شكرا. سأل لي حمودي حب اللقاء. أنت يا حمود حبيت اللقاء؟ حبيته، يعني حاجة لقاء جميل ويعني يستحق المشاهدة. هاي حمود يشيد باللقاء، وحمود ضيف عندنا يعني مبارح واليوم أجى عندي ونام معي بالسيارة اللي بنام فيها. هذا بقول لك يعني إيش بقوله؟ في مثل في الموضوع حد بس نسيته. البط عوام. خليكم لبعض يا رب وخلي لك إياه. أبو حميد شكرا على المساعدة. الله يسعدك. نعم. بقول لك شكرا أمو. يلا. أنا جاهز. بس خلي لي، إحنا بلشنا، بس خلي لي أغلبك الصوت يبلش عندك باسل يسجل. نتأكد بس. تمام أنا جاهز. بقطع الإنترنت شوي لأنه يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك في بودكاست تقارب، نورت. الله يسعد صباحك أحمد، وشكرا جزيلا على الاستضافة، ويعني الحمد لله على كل حال. أنا كنت بفكر أنه لما يعني ما قبل الحرب أنت كنت طلعت مشوار على فرنسا، صح؟ فبطلع أنا أنه يعني يمكن هاي الحرب عطتنا دروس، بس جزء منها كان انه طول الوقت كان الواحد يشعر انه معاه الوقت، يعني معاه وقت انه يسجل، معاه وقت انه يفكر، معاه وقت انه يعبر. فانا كنت وقتها بقول باسل بدي ابعت له اسجل معاه فترة الحرب. لما صارت الحرب وكعب بطلع عليك هيك يوم بعد يوم بقول شو كعب بصير بالزلمة، فهذه فرصة فعليا يعني انه نشوف شو صار معك بكتير اشياء، وكمان نتعرف على ظروف الشغل تبعك. أول شيء بنترك الضيف إحنا باسل يعرف نفسه كما يحب، غير إنك أنت المراسل أو مراسل التلفزيون العربي في غزة. من هو باسل؟ أولا أنا يعني أعمل صحفيا في قطاع غزة من 2008، ووالد أو أب لي ثلاثة أطفال، اثنين منهم أحمد وبيلسان كانوا عندي قبل الحرب، وبسمة جاءت خلال الحرب يوم 6/11
يعني بعد تقريبا شهر من الحرب. وأنا درست ماجستير للصحافة والإعلام في المدرسة العليا للصحافة والتواصل في باريس، وفعلا كنت قادم من رحلة في فيينا في مايو، لكن كل مشاعرنا الآن وكل إحساسنا الآن داخل غزة وفي قلب غزة، وربما خلال الحلقة نكشف شيء متعلق كان باليوم الثاني أو الثالث في الحرب. كان هناك رحلة فعلا اسمي مسجل للسفر، وبعدين قلت الحمد لله خلاص أنا يعني صار اللي صار يوم السبت، يعني ما مشي خطة السفر لأنه فعلا كان ممكن يكون مأساة على الصعيد العائلي ومشكلة كبيرة على صعيد العمل. فأنا والد لثلاثة، أحمد وبيلسان وبسمة، وأحب الحياة فعلا، وما عندي رغبة أنه أبقى دائما ألبس هاي الخودة أو الدرع، لكن تفرض علينا أحيانا أمور على الأرض والناس بتنظر إلينا إلى أنه إحنا فعلا ممكن يكون جزء من نقل الرسالة، فبحافظ على هذا العمل رغم أنه عندي كثير من الرغبة في تغطية أمور أخرى غير التصعيد، وأنه الناس ما تعرفنا أنه أنا مراسل حرب. بصراحة أنا مش حابب أحكي هذا المصطلح رغم أنه إحنا الآن نندرج ضمن هذا التوصيف، إلا أنه أنا يعني نفسي أكون غير هيك صراحة، يعني أغطي شيء آخر من غزة غير الحرب. ولو رجعت لمجموعة التقارير اللي أنا عملتهم خلال السنة ونص الماضيين، كنت دائما أبحث عن الفنان، المرسم، قصة الإنسان، قصص الحياة، الناس اللي بتحب البحر، الناس اللي بتحب البحر، الناس اللي عندها إنجاز أو إبداع أكثر بكثير من قصص الحرب. لكن الآن نحن أصبحنا في واقع يوميا نصبح ونمسي على ضحايا شهداء وجرح. أبو أحمد، إحنا بدنا نحكي كتير أصلا هلأ بظروف عملكم وشغلك، بس تعال نرجع لقبل 7 أكتوبر. يعني إذا باسل هيك بده ياخد يعني يجرب ينتقل لما قبل 7 أكتوبر مرة تانية، كيف كانت يومياته؟ أنا يومياتي كنت يعني يومياً الساعة 6:30 صباحاً بأصحى أنا وأحمد البطل، بنروح بنمشي على البحر، ويعني هذا جزء كان من اليوميات الأساسية في حياتي. أنا بصحى الصبح 5:30 بشوف أبديت للأخبار وبأطلع بأمشي، بعمل وقت الصباح اسفنجة اليوم، بمتص فيه مكان وما سيكون باقي الأيام باقي اليوم التالي، وبعتبره كان تفريغ نفسي. السير على طريق الكورنيش البحر مقابل مدينة الزهراء اللي بسكن فيها، اللي حولها الاحتلال الآن إلى كوم من الركام، وبعد هيك بجهز نفسي للعمل، بوصل أبنائي للمدرسة اللي أصلا كمان اتدمرت أو اتدمر أجزاء كبيرة منها، وبأذهب للعمل. العمل كان بيأخذ مني 8 ساعات تقريبا يوميا، ثم بعود للبيت. يعني خلال العمل مرة أخرى كان في كثير تفاصيل، أنه إحنا يعني كان عندنا مشكلات متعددة الأوجه حتى قبل 7 أكتوبر على سياق العمل، في سياق العمل نقص المعدات، مشكلات متعلقة بالحركة وحرية التنقل والسفر، الضغوط اللي بتمارس على قطاع غزة عموما وبتنعكس على طبيعة عملنا بملاحقة قصص الناس المرضى اللي مش عارفين يسافروا وطبيعة حياتهم والتجار وإغلاق المعابر، ويعني التفاصيل متعلقة بالناس. ودائما بقول إذا الناس عندنا 2.5 مليون تقريبا فلسطيني بيعيشوا في غزة عندهم مشكلات، مع عملي من 2014 مع التلفزيون العربي وما سبقه من عمل، يعني تقريبا دخلنا في قصص معظم هؤلاء الناس. لماذا؟ لأنه يوميا نحن نتحدث عن 41 كيلو طولا قطاع غزة، يوميا نتنقل في هذه المناطق وأسمع إلى قصص الناس ونعيشها ونحاول أن نترك أثر. يعني نحن أنا على صعيد الشخصي عندي قرار وقناعة إنه ما بدخل القصة اللي بصورها متجرد من فلسطينيتي، متجرد من وطنيتي، لا، أنا بدخل البيت بسمع القصة، بنقلها للتلفزيون جزء من العمل، وبنحاول إنه نترك أثر، نحاول تغيير إيجابي، التأثير على هذه العائلة سواء بالدعم النفسي أو بمحاولة المساعدة من خلال علاقاتنا
مع الجهات المختصة ذات علاقة يعني محاولة فكفكة أي أزمة بمر فيها الناس. بالتالي بنصبح نمتص كل هذا الألم اللي بيعيشه الناس، وكنا نفرح حينما يفرح، حينما يكون هناك مهرجان أو سينما أو عرض فيلم أيضا كنا نفرح ونكون جزء من هذا الحدث. ولكن أعود إلى ساعات المساء في يومياتي، يعني لقاءات مع الأصدقاء، وصديق من أصدقائي المقربين الدرجة الأولى أصيب والآن هو يعني منوم على الفراش، وصديق آخر بيته دمر، صديق الثاني يعني كان عندي 2 أصدقاء فعلا مقربين جدا نسهر مع بعض، الآن حتى المكان اللي كنا نسهر فيه تضرر، فعلا تضرر وصار أصبح منطقة فيها توغل وما حد بيعرف عنها شيء. في ساعات المساء كنت بذهب مع أحمد وبيلسان على نادي الفروسية، والنادي أيضا يعني نفقت الخيول اللي فيه من أيام الأولى للعملية البرية والعدوان على قطاع غزة، واستشهد السايس الكيل الموجود في نادي الفروسية اللي كانوا فيه، وتفرق أصحابهم وأصدقائهم اللي كنا بنسهر معهم. وهذا يومياتنا يعني بشكل أساسي، لأنه بتعرف غزة ما كان فيها يعني وسائل ترفيه إلا بقليل القليل، والآن صرنا بنترحم على تلك الأيام. بس بالشق الثاني من التعريف بالعادة كنت بسأل كل ضيف كيف بتحب يتم تعريفك. ذكرت لي أنت هلا أنه كنت يعني تفضل أن لا تكون مراسل حربي، بنفع أحطها هاي واحدة من الأوصاف التي لا تفضلها؟ هو ليس عيبا أن تكون مراسل حربي، ولكن أنا على صعيد الشخصي كإنسان فعلا عندي رغبة بأنه أغطي شيء آخر ولا أوسم بهذا الوسم، لأنه دعني أقول لك موقف يعني، وإحنا قبل الحرب، هذا قبل 7 أكتوبر، في يوم من أيام الجمعة كنا نازلين تغطية اللي كانت عودة مسيرات الحراك على الحدود، فوجدت مجموعة أطفال بعد عصر يوم الجمعة، أنا نازل بجري للسيارة بس لأنه بدي ألحق الوقت مش لشيء آخر، فبسرعة الأطفال اللي في الشارع خافوا. هذا الموقف كان مؤثر حقيقة، كان معي مصور عماد بدوال مصورنا في غزة، بقول له ليش إيش اللي بيحكوا له الأولاد، فالأولاد فعلا بيقولوا يبدو صاير إشي في إشي في حرب، صار الناس تطلع في هذا الموقف تحديدا، إنه إحنا يعني أنا شعرت بأنه كأنه أنا نذير شؤم، إنه أنا نازل أجري لابس الخوذة والدرع ورايح على الحدود أغطي الحدث، فهم خافوا مني، أنا لازم أكون هيك، أو أنا هيك صار معي، فزعلت. وهذا يعني هذا يعني جزء من مسلسل سابق لي، انه الناس فعلا بيترانا انه احنا بنغطي الحرب او التصعيد، او حركتنا ممكن تكون في لحظه ما تكون عفويه، لكن الناس يفسرونها على بشيء اخر، كمان هذا كان مزعج. فانا فعلا ما عندي مشكله اكون مراسل حرب، ولكن احب ان اكون غير هيك. في اشياء ثانيه ما بتفضلها، اوصاف ثانيه يعني، هذه على الاقل بستحضر احمد، يعني هذا التوصيف اذا في تعريف عن نفسي. طبعا انا ما درست في السنوات الاولى، ما درست الاعلام، أنا درست تكنولوجيا في البكالوريوس، ومارست من 2008 العمل في الاذاعه، و2006 كان في عمل مكتوب، لكن بعد هيك لما كملت الدراسه دراسات العليا وحصلت على الماجستير، فانا فعلا يعني بأرى أنه توصيف الصحفي والإعلامي والتوصيفات المتعلقة بالنواحي النظرية بستصعبها أحياناً، بأجد أنه لا، يعني أنا عندي مهمة بعملها بغض النظر عن أي قالب ممكن أوضع فيه. بس أنت بعيداً عن الصحافة مراسل والإعلام، مراسل حربي صحفي أو غيره، تمام، بعيداً عن الصحافة والإعلام، أنت حدا كيف كانت علاقتك بالسياسة؟ نشأتك بفلسطين، بداية سؤال فلسطين بحياتك كيف كان؟ أنا عدت في 1994 في شهر 9 من ليبيا، كنت في مع عائلتي في ليبيا، ولوالد منتمي لإحدى فصائل منظمة التحرير، تأثرت كثيرا يعني أو عرفت منه كثير من يعني تشربت منه الوطنية فعلا، وعرفت أنه الفلسطيني أينما ذهب وأينما كان لا يمكن أن ينسى قضيته، عرفت منه المجلات اللي كان بيقرأها، وكنت أقرأها وأنا صغير، يعني حتى لما بديت أقرأ
القراءات الأولى يعني بتقرأ مجلة وحبيت الجريدة كمان، على الرغم من أنه كان في الخارج في ليبيا يعني ما في إلا بعض النشرات اللي بتوصلهم يعني ضمن سياق التثقيف والملحقيات اللي كانوا بيعملوا فيها. وعرفت منه وسمعت ومنذ الصغر مرسيل خليفة والأغنية الوطنية الفلسطينية اللي كنت أرددها بدون ما أفهم يعني شو معناها الحقيقي، لأنه أنت برا ما بتشوف لا جدك ولا جدتك ولا أعمامك ولا 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 حارة المخيم البريج اللي هم منه ولا 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 شيء. بس لما رجعت وبدأت يعني خلص أنخرط في الشارع مباشرة، بسرعة بتبدأ تفسر الأشياء اللي أنت كنت تشعر فيها برا وتقارنها باللي أنت بتشوفه. يعني إذا بتغني أي أغنية حتى من أغاني الثورة وفرقة العاشقين وغيره، فأنت بتشعر مباشرة أنه لا، الإحساس اللي كنت أشعر فيه لما بغني هذه الأغنية مش إحساس مجرد، هو ينعكس أو انعكاس لشيء كان فعلا يحدث داخل المخيم. رجعت وأنا صغير يعني في مرحلة ابتدائية، ولم أنخرط وما زلت مقتنع بأنه أنا من خارج إطار التنظيمات سأكون أفضل بكثير على الصعيد الشخصي من أني أكون فعلا منتمي ولم أنتمي أبدا لأي تنظيم فلسطيني، لقناعتي الشخصية بأنه يعني هناك عندي أنا على صعيد الشخصي عندي ملاحظات كثيرة للبرامج التي يعني يتحدث عنها يروج لها التنظيمات، بما في التنظيم اللي كان والدي ويعني يعمل وطنيا من خلاله. وفي عام 2008 استشهد أخي، هو كان على مرتبات السلطة الفلسطينية، استشهد في اشتباك شرق مخيم البريج بقصف مدفع إسرائيلي. وحدثت أحداث الانقسام 2006 و5 و4، وكنت أنا يعني بدرس في الجامعة الإسلامية، فكنت قريب جدا من مما يحدث. وأنشأنا في حينه مع مجموعة من الأصدقاء الحملة الشبابية لمناهضة التعصب الحزبي. هذه كانت يعني إجابة على أنه نحن خارج إطار أي تنظيم، لأنه كنا نستشعر اللي الآن بيحدث أو ما يحدث حتى قبل الحرب، أنه انقسام حاد سيكون يلوح في الأفق، ورأب الصدع سيكون أصعب بكثير من مما يتخيله أي أحد. لأنه كنا نرى كيف الناس اللي هم الآن أصبحوا بعضهم في مواقع تنظيمية قيادية في حماس وفتح، كيف كانوا بفكروا وين راح تروح الأمور أكثر، وكيف كانت السوداوية اللي احنا نراها في الأفق. وفعلا هذا حدث، بالتالي أنا فعلا لست منتميا لأي تنظيم، وأعتقد أنه أنا فلسطينيتي أكبر من أي تنظيم. طب بس بعد أيام سريعة يعني مع بالتفاوت ما بين القنوات والمنصات الإعلامية، خليني أحكي أنه صرنا نشوف المراسلين والقنوات والمنصات بتستنفذ إمكانياتها للتغطية شوي شوي، أو فعليا بتستنفذ بعدين ترجع تشحن مرة تانية. فهذا سؤال كان يعني طرح فرض حاله علي بمحاولة التخيل ما قبل 7 أكتوبر. كان هنالك حصار على غزة، واضح لي أنه حتى في أكثر من سياق في ذكر على قضية المعدات، في ذكر على قضية الحصار، المعدات، نقص المعدات، الإمكانيات وكذا. ممكن تحكي لي على مستوى شغلك، على مستوى تقني وإمكانيات فعليا، شو الإشي اللي بيختلف عن مكان تاني ما قبل 7 أكتوبر؟ إذا أنا فهمت السؤال، أنت تقصد شو النقص اللي كان أو المشكلات اللي قبل وكيف تفاقمت بعد 7، صح؟ بدي أفهم بالضبط، بدي أفهم. في مشاكل كثير اليوم قاعدة بتتفاقم، هي ما بلشت بسبعة أكتوبر، واضح لي طبعًا. إن فعليا حتى طبعًا المراسلين بغزة ما كانوا مستعدين لهيك ظرف مطلقا. يعني بأفضل حالات التلفزيونات قاعدين منشوف إنه حتى اللي كنا منتخيل إنه اللي عنده أعلى إمكانيات كمان قاعد بيستنفذ إمكانياته. فبدي أحاول أتخيل المشكلات اللي كانت موجودة ما قبل 7 أكتوبر. شوف عزيزي، هذا الدرع اللي أنا لابسه جانا في 2015، وهذه الخودة، هذا الدرع يعني في معدن بصير إكسبيرت بعد فترة، فعلا هو إكسبيرت وخرج على الخدمة من فترة إذا بالمقياس الحقيقي. وصلنا بعد معاناة من خلال صحفي وصلوا لصحفي آخر ثم وصلنا إلى هنا. بالنسبة للمعدات، تعرف كان موضوع دخول المعدات من معبر كرم أبو سالم قصة معقدة ويحتاج إلى تراخيص وانتظار وقت طويل،
وكان عندنا كاميرا أو كاميرتين موجودات وكاميرا أخرى تلفت ولم نستطع إخراجها للصيانة. كان عندنا لابتوب شريناه في 2015 يعني بيحتاج بطارية، لابتوب من شركة أبل بيحتاج بطارية، معاناة قصة وحكاية. تخيل الإيميل رايح إيميل راجع، طب كيف ممكن نوديه على رام الله؟ لا نوديه على مصر، طب نوديه من طريق مين عن طريق مين بس عشان نعمل صيانة للابتوب. وصلات بسيطة، وصلات قطع يعني بين الكاميرا وجهاز الصوت، كنا بنحاول نبحث عن يعني من وين نجيبها قبل الحرب. عندنا قائمة معدات، فعلا عندنا قائمة معدات يعني تتجاوز 5 أو 6 قطع مهمة أساسية، حاولنا نجيبها قبل الحرب وما لقيناها، ما قدرنا نجيبها لأنه فعلا كان في تضييق على الطريق اللي الطريقة اللي احنا ممكن نجيب فيها، ومعقدة جدا، وعدا عن طبعا قضية الأسعار، هذا فيما يتعلق بالمعدات. المشكلة الأخرى المتعلقة بهذا الجانب هي مشكلة حرية التنقل. يعني احنا قدمنا أكثر من مرة لأنه نلتقي بزملائنا، تخيل في رام الله والضفة والقدس، ولم نجتمع لمرة واحدة داخل فلسطين. أعتقد أنه هذا المشهد أيضا عند زملاء آخرين صحفيين يعني يعملوا بهذا الإطار، وكل حواراتنا وكل لقاءاتنا عبارة عن الإيميل والواتساب والوسائل التواصل، لكن فيما يتعلق بالالتقاء لمرة واحدة كان صعب جدا. قدمت أكثر من مرة وقبل على صعيد الشخصي وبعض الزملاء الآخرين في المكتب بالرفض، رغم أنه من يقدم لنا مؤسسة يعني دولية التي قدمت لي للذهاب إلى الضفة الغربية والالتقاء بزملائي، كان صعب جدا خبر أنه مرفوض. طب شو ليش مرفوض؟ شو عامل؟ طب هل نستأنف على هذا الرفض؟ وكنت متأكد تماما أنه الموضوع مش متعلق بشخص، إنما هو مزاج سلوك إسرائيلي يعاقبنا فيه بطرق مختلفة، يعاقبنا بعدم إدخال معدات ويعاقبنا برفض التقائنا لمرة واحدة. زميلتي يارا قابلتها في إسطنبول لأنه ما قدرتش أشوفها بعد عمل من تقريبا 4 سنوات من 2014 ل 2018 قابلتها مرة واحدة، بقية الزملاء لم أقابلهم أبدا. يعني عميد وباقي الزملاء وفادي وأحمد دراوشي والشباب اللي موجودين في القدس وأحمد جرادات وكريستين لم أقابلهم، وزميلنا مدير مكتب موسى كمان ما قابلناهم أبدا ولو لمرة واحدة. فقط يارا استطعت مقابلتها لقاءها في إسطنبول، وكانت يعني محض الصدف ولم يكن شيء مرتب. وهذا يعني يعطيك قديش إحنا ممكن يعني نواجه مشكلة على الصعيد الشخصي، على صعيد اللوجستي، على صعيد المعدات، على صعيد الأدوات، على صعيد الاجتماع. يعني في النهاية هاي مؤسسة يعني مهما حاولنا تجاوز بعض العقبات من خلال الإيميل ومن خلال الاجتماع والزوم وغيره، إلا أنه الاحتلال بالقوة يعني يفرض علينا أنه لا نلتقي. وأعتقد أنه هم كمان حاولوا يوصلوا وما قدروا يوصلوا. بعد الحرب طبعا في هناك نقطة، أنه هذه المرة الثانية والثالثة نحن نتعرض مكتبنا، المبنى اللي فيه مكتبنا في برج الجوهرة في 2021 قصف، وخرجنا من المكتب في اليوم الثاني، وفعلا مكتنا بقية ال 11 يوم كانت احنا من اليوم الثاني نزلنا من المكتب خلاص لانه قصف من الاسفل بعد اخلاءه، وصرنا في الشارع. يعني نمنا باقي ليالينا لعند اليوم ال 11 في الشارع، وكان في يعني امكانية انه نضل وقت طويل في داخل مستشفى الشفاء وندور على مكان مبيت يعني لساعات، ثم نعود للمكوث في الشارع. انت لا تستطيع مع انه كان البرج يعني على سطح البرج هناك اطلالة كانت تطل على مناطق مختلفة من غزة، ولكن خرجنا عن هذا المكتب بسبب الاستهداف ودمرت أجزاء من المكتب، ولاحقا أزيل البرج لأنه كان في قرار إزالة في 2000 وفي بعد 7 أكتوبر. يعني من الأيام الأولى كنا نواجه الخطر، وكنا نعتقد بأنه خلص يعني سيقصف البرج أو سيستهدف محيطه. مكثنا وقت، لكن في اليوم السادس أو السابع أعتقد صار في تحذير وتهديد وقصف لشارع الرمال اللي احنا موجودين فيه، وخرجنا حالنا حال بقية الزملاء. قررنا الخروج لمجمع الشفاء المرحلة الأولى، ويوم 13 لما صار قرار أنه جنوب وادي غزة غير شمال وادي غزة، قررت فعلا مع بقية الزملاء بالتشاور أنه مكوثنا في هذا المكان ربما يهدد حياتنا بالخطر، واحنا لا نتنقل كأشخاص ولا حتى كعائلات. احنا بنتنقل مع 5 أو 6 أعضاء في الفريق، ومعنا كمان معدات ثقيلة،
واجه بعض الزملاء لاحقا اللي بقوا في غزة مشكلة أنهم تركوا معداتهم وأتوا إلى هنا. إحنا نعتمد على هذه المعدات، يعني فقدانها أو غيابها بسبب أي طارئ ممكن يحدث، الآليات تقطع الطريق وحدث، كان ممكن يفقدنا الاستمرار في نقل الصورة. بالتالي نحن قدرنا ما الذي لدينا من معدات وكيف يمكن أن نتصرف مع قدراتنا البشرية، وفعلا رأيت أن القرار المهم المناسب في ذلك الوقت أنه نذهب إلى مستشفى شرق الأقصى وتحويله إلى نقطة عمليات نتحرك منها لاحقا. يعني عدنا إلى غزة وذهبنا إلى الشمال والجنوب وغيره، ولكن كان فعلا يعني نفدنا بهذه المعدات. باسل، باسل رح اجي رح يعني يمكن رح اخذ قضيه الشمال والانتقال فعليا للجنوب كمحطه بحوارنا، بس بدي ارجع قبل وارجع للجانب الاجتماعي اكثر. بدي اشاركك اشي انا بفترضه، انه بطبيعه الحال اي حدا بيشتغل مع مؤسسه، مع جماعه، مع زملاء، في بتصير في علاقه اجتماعيه، وبشعر الواحد انه هو جزء من مؤسسه، جزء من شبكه، جزء من اصدقاء. الان معظم أو غالبية حتى المراسلين الصحفيين اللي في غزة في خصوصية يمكن بعدم لقائهم وعدم اجتماعهم بزملائهم، عدم اجتماعهم بمؤسساتهم. فعندي شعور، ما بعرف إذا هذا دقيق، إنه يشعر المراسل نفسه وحيدا حتى بهذا السياق. يعني بمكان تاني فعليا بظرف مثل هذا بتلاقي فيه موفدين بيجوا لعندك بزوروك بدعموك، بيبعتوا لكم مقدمين ومراسلين من مكان تاني، وبنفس الوقت فعليا في بعض الحالات مدراء من المؤسسة بيجوا بزوروكم. بحالة الحصار اللي موجود عليكم، قديش بتشعر حتى يعني بالوحدة، خليني أحكي بهذا المنطلق، بالوحدة المهنية، بعرفش إذا هيك بنفع نسميها، اللي بتصعب عليك حتى التواصل مع الزملاء والمؤسسة، وحتى ممكن تأثر على أدائك المهني باتخاذ قرارات. يعني طيب، أول حاجة يعني شيء يعني يراودني ومهم ذكره الآن، هو إنه إحنا نعمل في منطقة كقطاع غزة نعمة ونقمة عدم دخول يعني أو قرار الاحتلال بعدم دخول. بس أنا مش قاعد بسمعك. نحن نشعر بأنه الآن تسمعني أحمد؟ لا أنا مش سمعني أحمد؟ سائل الصوت. طيب. طيب. طيب الآن ممكن يكون أفضل أحمد؟ إذا في شيء ممكن ينعمل. سامعك بس في كتير انقطاع. أنت عم بتسجل عندك؟ نعم بسجل الصوت صحيح. طيب أوكي تمام، برجع أنا بعمل فيها، بس ما في شيء ينعمل بالصوت، بجودة الصوت عندك صح؟ لا أبدا، لا بكون في تقطع بس والإنترنت. تمام أوكي، سمعني هيك أحمد؟ تفضل تفضل تفضل. طيب انا بحكي لك انه وجودنا كصحفيين محل يعني نعيش في غزه نعمه ونقمه. لماذا؟ لانه نحن نعرف الشوارع، يعني حينما نذهب الى النصيرات، البريج، الزوائده، مناطق القصف، نعرف الشوارع، وهذا ادانا افضليه حتى انه نستطيع الوصول الى المكان، نعرف مداخل هذا المكان، مخارج هذا المكان الذي نغطي منه، وبالتالي يعني يعطينا أفضلية فعلا على الله. لكن يصعب علينا ما تحدث عنه، أولا من جهة أنه عائلاتنا موجودة داخل هذه الأماكن، وفعلا في كل مرة يصل فيها سيارة إسعاف في مرحلة ما من هذه الحرب تتوقع أن يكون أحد أقاربك في سيارة الإسعاف التي تنقل منها الخبر وعنها الخبر من المستشفى، تتوقع أنه فعلا يكون أحد، خاصة في أنه المناطق التي يتم استهدافها هي مناطق يعني لا يوجد مكان آمن. هذه ناحية. الناحية الأخرى، الزملاء لم يقطعونا صراحة من مدير الشبكة ونزولا عند المدراء الأخبار وغرفة الأخبار ومدير المراسلين وإسناد، دعني أقول لك حتى فاجأنا من الزملاء اللي يعني بعضهم لم نلتقي بهم في الدوحة، يعني دائمي الحديث معنا عن تفاصيل حياتنا اليومية، ولم يقطعونا حتى اليوم، يعني نتحدث عن أكثر من 70 يوم
فعلا في عندي زملاء في غرفة الأخبار ولما بيروح عبيته أصبح مرتبط بنا. وخلينا أقول لك إنه العلاقة كمان زادت قوة عن ذي قبل، لأنه كنا في الأول يتحدثوا معنا من بين 70 أو أكثر من المراسلين في المناطق، ولكن يعني مع بدء الحرب وأنه أصبحنا فعلا نحن الذين نظهر دائما وننقل الخبر والعلاقة مستمرة بعمل، أصبح فعلا حتى حينما يعود بعض الزملاء في الدوحة وفي بقية المكاتب الخارجية يواصلوا الحديث معنا ويسألون عن كل شيء متعلق بالعمل وعلى صعيد عائلاتنا. ويوم أجت بسمة فعلا يعني كان تلقيت اتصالات من معظم الزملاء والزميلات الموجودين هناك، وكان هذا فعلا جزء من الإسناد. إنه وأقول لك رد على سؤاله، أبدا 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 لم أشعر بالوحدة في خلال العمل، والدعم متواصل النفسي، لأنه فقدت فعلا يعني كنت حصلت على تدريبات قبل الحرب على الصعيد الشخصي، يعني كنت مهتم بالحصول على التدريبات من بينها كيف يكون عندك مرونة نفسية. في مرحلة ما يوم أنا كتبت يعني تغريدة أنه فعلا فقدت كل الأدوات اللي ممكن تسهل عليك وتعطيك أكثر مدة من المرونة النفسية فقدتها استنفدتها، فوجدت اتصالات من الأصدقاء من الزملاء في العمل على صعيد المديرين وعلى صعيد الموظفين اللي معنا، يعني أعطتني شحنة إضافية أنا مستمر منها لحتى الآن. أوكي. بمكان تاني باسل، عندي كمان هيك استفسار، إنه في ثنائية بحالة مثل حالتك بظرف مثل اللي أنت بتعيشه، في فرصة للتنجيم يعني بظرف مثل هاد، في فرصة لأنك أنت تتقدم مهنيا، تعمل أفضل تقرير حياتك، أفضل قصص وأفضل تغطية وكذا، وبنفس الوقت في معادلة تانية، فكرة الخوف على نفسك، على زملائك، على أهلك، على ناسك، كونه كمان من الصعب تقدير أماكن الضرب أو من الصعب أماكن الاستهداف، أو حتى من الصعب يمكن بنفع نحكي إنك تفكر إنه أهلك أو عائلتك على الأقل بمكان آمن. كيف تتحرك بين هدول الثنائي، بين هدول النقطتين؟ شوف، إذا إحنا يعني في الأيام الأولى بعد خروجنا من المكتب كان عندي قرار، حتى يعني اليوم الثاني تحدث معي السيد مدير القناة وأبلغته يعني بنتحدث عن ظروف العمل وما إلى ذلك، فأبلغته أنه أنا على صعيد الشخصي لدي قرار بالاستمرار حتى آخر محاولة يمكن فعلها لبقاء الصورة، وهذا كان قرار شخصي وله علاقة ب حتى يعني لاحقا انعكس على بقية الفريق، انه نحن لدينا قرار لا ننزل على الهواء ابدا، لانه مسؤولية ظهور واستمرار ظهور قناة العرب من هذه الصورة بعد كل ما عملناه خلال السنوات الماضية وكل ما كان سيختلف عما سيكون، وكنا نقرأ هذا في اليومين الاوائل بعد ما صار حدث 7 اكتوبر صباحا. اول شيء في اليوم الاول الساعة كان الحدث 6:30 صباحا، 7 كلنا أو أقل كلنا موجودين في المكتب، وأنا مباشرة أخذت قرار بأنه أذهب إلى منطقة شرق مخيم البريج لأني بعرف المداخل والمخارج هناك، وصورنا مادة ووك أنتوك موجودة ووثقت لحظة خروج. يعني أنا كنت بشوف المقاومين الفلسطينيين بيخرجوا من المناطق والقصف من جوارنا، قصف إسرائيلي عنيف كان من جوارنا، وثقنا الحدث ونقلنا حتى قصة الناس الموجودين هناك اللي تفاجأوا بالحدث وعدنا. لم أتجاوز الحدود، كنت في منطقة تقريبا 800 أو 900 متر يعني بعيدا عن الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48، وعدت بالصورة وبثينا الصورة مباشرة، كنا من أوائل الناس اللي بنبث هذه الصور من هذه النقطة تحديدا، ألسن الدخان والهب وما إلى ذلك وعد. الآن كانت في تلك اللحظة لسه عائلتي موجودة، والدي ووالدتي وأبنائي موجودين في المنزلين، وكان في اتصالات كثيرة إنه شو اللي بيصير وانتبه ولا تخاطر، لكن كنت في المنتصف، لا أريد أن أخسرهم ولا أريد أن نخسر أن ننقل للناس الصورة التي تحدث. الآن بعد ذلك حدث كثير من الأحداث اللي كنا يعني على مسافة قريبة جدا من قصف مدفعي ونقلناه على الهواء أو استهدافات، يعني منطقة دخلت منطقة بني سهيلة في يعني صباحا كنا في منطقة القرارة، وساعات العصر كانت آلية الاحتلال توغلت في تلك المنطقة، لكن والقصف من حوالينا يعني من شمالنا من شرقنا قريبة جدا نحاول الاحتماء، وكنت أعتقد أنه هذه الخوذة والدرع
يعني فقط من أجل التسليم بأنه هذه يجب أن تلبس، لكن لن تحمينا على الإطلاق. كنت معتقد تمام الاعتقاد، وإذا إحنا اليوم نحكي عن 95 شهيد، عدد كبير منهم استشهد على الأرض بخلاف من استشهد في منزله وبيته وعائلته. والتهديدات التي تلقيناها أيضا كانت جزء منها تهديدات متعلقة بعائلاتنا، ويمكن هذه الأول مرة بحكي أنا بشكل مباشر أنه التهديد ليس لك فقط، حتى لعائلتك، برسائل صوتية ونصية وغيره. والاستهداف اللي حدث لمنزل والدي، استهدف المنزل في المرة الأولى، ذهبت لتغطية حدث قريب من المنزل في مخيم البريج، وصلت إلى المكان سمعنا صوت قصف، أنا نازل بأجري أنا المصور بقول له المنزل منزل أبو باسل، نزلت لقيت البيت يعني كان مستهدف جزء منه أو أجزاء منه. الاستهداف الثاني كان ونحن قريبين جدا، مسافة 800 أو 900 متر فقط منه، وغادرت فقط بس ثواني، صورت البيت وخرجت من هناك، وأهلي طبعا كانوا مش موجودين فيه. بيتي اللي في الزهرة أيضا يعني تضرر بسبب القصف في مدينة الزهرة اللي شوهها الاحتلال المجرم. وأصبحنا نتحدث عن أنه فعلا القرار أكثر، يعني كل ما يحدث من انتهاكات وتهديد وسلوك إسرائيلي معنا كان معنا، ترجمته أنا أنه لا، مزيد من الاستمرار في العمل، لأنه لا خيار لدينا إلا هذا الخيار. وأنا ما بحكي تنظير الآن ولا بحكي عن نجومية، نحن نتحدث عن حدث كان يجب أن ينقل، وما عندنا خيارات أبدا. اللي قررناه في اليوم الثاني من الحرب سيستمر حتى لو استمرت الحرب 100 يوم. بس ممكن تفصل لي أكثر عن التهديدات، لأنه كتير نحكى عنها للصحفيين، واضح لي أنه أكيد يعني الأرقام اللي ما يقارب 100 صحفي يمكن اللي استشهدوا فقدناهم فعليا من بداية العدوان، واضح أنه هذا يعني هذا رقم مش بسيط مقارنة بأماكن تانية، كمان من نسب عالية، يعتبر من النسب العالية. بس بنفس الوقت في ذكر كتير للتهديدات، وإذا بدي أحط يعني بدي أحط حالي هيك في مكان التشكيك بالمعلومة هذه، ممكن تحكي لي شو يعني تهديد صحفيين؟ يعني شو يعني بتصلوا عليكم بهددوكم؟ أولا التهديد وأنت بتتحرك هذا يعد تهديد، لأنه حينما يتم قصف مكان مجاور أمتار منك والاحتلال يرى أنه معك سيارة بث أو موجود صحفيين، هذا واحد ألف يعني من التهديد، لأنه يعرف أنه أنت موجود ومحمي حتى بالقانون الدولي بوصفك مدني، يمكن أن تتحرك لنقل الأخبار. الناحية الثانية الاتصالات الهاتفية والمسجات، وكنت في منطقة عبسان بغطي مع زميلي المصور منطقة كانت فعلا كاميرا العرب يوم هو، وكتبت عن ذلك وأرسلنا المادة بشكل خاص للتلفزيون نقول فيها بأنه نحن الكاميرا الوحيدة الموجودة هناك. أنا بتحرك من خارج من إطار المدرسة اللي أنا يعني كنت وصلت لها، مدرسة الكرمي الآن أصبحت منطقة فيها توغل لآليات الاحتلال لاحقا. بيصلني مسج من رقم أنه تهديد كذا وأنت وعائلتك، يعني صورته وبعثته داخليا للقناة، والآن أول مرة بتحدث فيه للعلن أنه شوفوا شو اللي بصير. يعني ففهمنا أنه هذا يعني جزء من التهديد اللي بيتم للصحفيين، وتحديدا اللي بيوصلوا في المناطق اللي فيها يعني شيء لا يريد الاحتلال نقله، لانه كان في المدرسه هي 1200 تقريبا من الفلسطينيين، وجودهم في تلك المنطقه غير يعني غير مرغوب بالنسبه للاحتلال، فكان يقصف في محيط المدرسه على اعتبار انه ما بده يقصفها مباشره يهجر الناس. ونحن وصلنا الى هناك مع سياره البث ونقلنا الحدث، ومره اخرى يعني انا كنت في علنيه المغادره، وصلت الرسالة فقررنا فعلا المغادرة، أخذنا هذا التهديد على محمل الجد، الرسالة النصية التي وصلت على محمل الجد أنه نغادر المكان، وغادرت بعد مشاورة الفريق أنه وصلت رسالة نبقى لا نبقى. أصلا إحنا كنا على مشارف انتهاء مهمتنا الساعة 2:30 تقريبا ظهرا، قررنا الخروج. الآن الرسالة الثانية ما حدث في مخيم البريج، أنا كتبت بوست عندي التسلسل الزمني، وسألني الزملاء في الاتحاد الدولي للصحفيين عن حيثيات الموضوع، كتب تغريدة أنه أنا الآن موجود في مخيم البريج قريبا من المنزل الذي عشت فيه سنوات كذا وكذا، وكتبت هذه التغريدة وعلى فيسبوك في نفس الوقت. بعد أقل من ساعة سمعنا القصف، نزلنا نجري لقينا أنه ما حدث هو استهداف لمنزل والدي مرة أخرى، اللي بعيش في والدي وشقيقي استهدف مرة أخرى، مباشرة خرجت أنه توقعت أنه قد يعاود الاستهداف أو محيط المنطقة، وكان المنزل الوحيد اللي تم، وهذا موثق عندي بالكاميرا، والمنزل الوحيد اللي يستهدف بالF-16 هو هذا المنزل،
والمنازل المجاورة استهدفت بالقصف المدفعي، لكن هذا المنزل تحديدا دون غيره يستهدف بطائرات F-16 بشكل مباشر. الآن حاولت التعامل وما زلت أتعامل مع وجود عائلتي، والدي ووالدتي وأختي موجودين في بيت، وزوجتي والأطفال موجودين في بيت آخر، ولكن بكل الأحوال يعني هم معرضون لأي استهداف وحالهم حال يعني بقية الناس. عندي قناعة بأنه أي ضغط نفسي وأي محاولات لثنينة عن استمرار نقل الصورة هذه ستبقى محاولات من الاحتلال، لن تتحقق إلا إذا يعني فعلا صار فينا على صعيدنا الشخصي شيء، أما ما دون ذلك كل ما يمكن فعله لن يثنينا مرة أخرى. وهذا ليس تنظير، لأنه أنا أحدثك وساعات المساء أمس وأول من أمس كنا نحاول الوصول إلى يعني نتحدث مع بعض في هذا اللقاء، وبصعوبة بالغة كنا نخرج من نقطة في أعلى المنطقة قريبة من المستشفى حتى نصل إلى نقطة إرسال ضعيفة، يعني استمر وقوفنا لساعات فيها حتى نستمر في نقل الصورة على الشاشة ولا ننزل. وهذه المرة الرابعة والخامسة، لكن كان في مرة سابقة، المرة الأولى فعلا مشيت مسافة طويلة وخطر كان في الشارع لحتى يمسك معي إشارة الشريحة الأخرى اللي بستخدمها، وخرجت برسالة فورا بعد 20 أو 30 دقيقة من قطاع الاتصال، واستمر العمل في تلك النقطة الضعيفة حتى سميتها نافذة الأمل، لأنه أنا واقف على شباك إذا بتتحرك منه الجوال يمين أو شمال بتروح الإشارة، وظلينا مستمرين عند مع هذا القرار بأنه لا يجب أن نستمر حتى آخر نقطة يمكن أن نستنفذ فيها كل محاولاتنا. وحتى اللحظة لم نفشل، يعني استخدمنا كل المحاولات وما زال لدينا القرار بالاستمرار، حتى لو رجع الإنترنت ولا فصل الإنترنت، حتى لو قصفوا في مناطق بعيدة ولا قريبة. عندنا مشكلة كبيرة عويصة أحمد، مشكلة الوقود للسيارات اللي بنتنقل فيها، وصلنا لمرحلة أنه نمشي فعلا، بعض زملائي اعتلوا سيارات وعربات يجروا حيوان. ليش؟ لأنه حتى نصل لمكان كثير أماكن جرينا فيها مسافة كبيرة حتى فقط نحافظ على القرار اللي أخذناه في اليوم الثاني، أنه خلص إحنا نحن مستمرون مهما كانت التكلفة. كنا نعرف أنه الحرب ستستمر أسابيع إن لم يكن أشهر طبعا، لأنه الحدث كبير، ضخامة حدث الساعات الأولى من 7 أكتوبر كانت تؤشر إلى هذا الحدث الذي نحن فيه الآن. بس بدي أقول لك، بس اللي أنت بتقوله مش تنظير لأنك قاعد بتطبق فيه، يعني أنت فعليا هلأ بالمحل اللي قاعد بتخلق أي أدوات أي إمكانيات أي موارد فعليا عشان تقدر توصل الصورة. وبظن يعني حتى شرعي أنه لأي حدا فيكم أنه يقول أنا ما بدي أكمل أو مش قادر أكمل أو أشعر بالقلق أو الخوف يعني بالأيام هذه كلها، إيش كتير مشروع. فالاستمرار فعليا بحد ذاته بالظروف اللي قاعدين بنسمع عنها يعني لحاله بنفي كل فكرة التنظير على الإطلاق. بدي أكمل معك بس بقضية الاتصالات. إحنا لما انقطع الاتصالات أنا على مستوى شخصي شعرت بالخوف كتير، يعني من في خوف صابني ما 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 مر علي بحياتي. وبعتقد انه يعني عشت ظروف مش بعيدة عن القصف والحروب او فكرة الموت او فكرة التغييب، بس شعرت انه صرت اخاف من المجهول بتاني يوم، وهذا اول نوع مجهول بشوفه. انا بعيد، يعني انا بس عندي اصدقاء وعائلات مقربة بعرفها وبقلق عليها، بس من ناحيتك انت كيف كان الاشي من ناحيتكم؟ كيف كان انقطاع الاتصالات؟ أحمد نحن نتحدث عن يعني في هذا الموضوع، فقط أسمح لي أعطي الشباب مفتاح السيارة مش معي. الموضوع المتعلق بالاتصالات في المرة الأولى كان مفاجئ صراحة، كنا نتوقع أنه الاحتلال يفعل كل شيء، لكن أن ينقطع الاتصال مع العالم تماما كان مشكلة كبيرة. مباشرة أنت بتفكر باتجاهين، اتجاه الأول عائلتك لأنه بتنقطع عنهم الاتصال. في القطاع الأول كانت زوجتي ما تزال حامل، يعني ما كانت ولدت في المرة الأولى اللي انقطع فيها الاتصال، وكان قلق أنه كيف بدها تروح على المستشفى، ولو صار فعلا أنه بدها صار مضطرة أنه الآن صارت في حالة ولادة كيف بدها تروح ومين وكيف بدها تتحرك، لأنه فيش سيارة موجودة في المكان اللي غاد، وفيش طبيب قريب، ومستشفى واحد أنا بعرف أنه مركز العودة بعيد كيلومترات، يعني تحتاج فعلا لمركب لتتحرك فيه، ومنقطع تماما وما في إمكانية في الليل لأنه قطع أول مرة الساعة 6:30 أو 7 مساء.
ما في إمكانية أنك تتحرك ماشي على الأقدام حتى للمكان لأنه عرضة للخطر، فسلمت الأمر خلاص أنه يعني تركت أمرهم لربهم، يعني ما في إمكانية أنه أنا أتدخل، واستنفذت كل المحاولات اللي ممكن أروح فيها باتجاه أنه أوصل البيت اللي هم موجودين فيه، وضغط نفسي رهيب. لكن في المقابل السؤال الثاني، الشق الثاني من شو أنا بعمله في هذه اللحظة، أنه بدنا نستمر في الصورة. فمشيت في الشارع اللي من مستشفى شهداء الأقصى اللي احنا موجودين فيه، مشيت طبعا ما في إرسال أبدا، كان معنا شريحة أخرى بنستخدمها يعني للاتصال في هذا الوقت. مشيت في الشارع وين ممكن يوصل معي نقطة، فوصل معي نقطة فيها إشارة شحطة واحدة يعني على الجهاز، بعثت للزملاء أرجو أنكم تكلموني فيها، وفعلا يعني مسك الاتصال كلموني، دخلت في مداخلة صوتية أنت ممكن ترجع تسمعها وموجودة على اليوتيوب، ممكن اتصال رديء صعب جدا يعني بسمعوا كلمة وعشرة لا، لكن العنوان بالنسبة لي وقلهم كان انه احنا لم ننقطع ولن ننقطع حتى تلك النقطة من الزمن والجغرافيا، يعني انا واقف مكان صعب وبنقل بصوت رديء ومعلومات شحيحة الا انه احنا مستمرين وبقينا عند تلك النقطة. بعدين يعني وقفت شوي وبحثت عن مكان اخر في محيط النقطة اللي وصلت فيها النت، طلعت على مكان اعلى شوي، لقيت في شباك في داخل المستشفى مطل على منطقة شرقية، وقفت فيه ووجدت ذات الإشارة الضعيفة، ومن هناك استمرت لأيام يعني مكث حتى عادت الاتصالات والإنترنت، وأنا معلق على الشباك والجهاز بيدي يعني أنا حامله زيك، وبابعت المداخلات وبعمل مداخلاتي وأنا في المكان اللي هو مش مخصص ولا لشيء، هو مخصص لعلاج الناس والمرضى وما إلى ذلك والأطفال حتى يعني، لكن مقابل إنه تبقى الصورة تحملنا كل ما هو دون ذلك، لأنه إحنا حكينا في موضوع المعدات، لم يكن لدينا جهاز أجهزة اتصالات دولية ثريا وغيره، ولم يكن لدينا استعداد أصلا لموضوع أنه يكون بهذه المفاجأة، وحتى استوعبنا الحدث من ناحية تقنية والتعامل معه، لأنه معظم سيارات البث الخارجي الموجودة كانت يعني بتعمل فيها قنوات أخرى، فصعب أنك يعني تنزل قناة أخرى عشان تطلع أنت، وقصص معقدة جدا. لما استوعبنا الحدث وبدينا نحكي بعد 5 أو 6 ساعات يعني رجعت الصوت والصورة بطريقة البث الفضائي، كنت نقلت عديد الرسائل المتعلقة بتداعيات وانعكاسات هذا الإجراء الإسرائيلي بقطع الاتصالات والإنترنت، مع توضيح أنه كنا ننتقل في مناطق كثيرة حينما يعني أذهب إلى تغطيات ولا نجد يعني إشارة لاتصال بالقناة، فنحاول استخدام الراجع من جهاز البث أو الراديو، أسمع على الراديو وأرد على الزملاء، أو نشوف نقطة إنترنت قريبة من منزل قريب بطاقات الإنترنت، لأنه ما عندنا لا 3G ولا 4G. فكنا نعاني دائما، هذا قبل انقطاع التام، لأنه بعض المناطق إحنا بنروح على المناطق اللي بتستهدفها طائرات الاحتلال أو معرضة للاستهداف تحذيرات ومن ذلك، فإحنا بنروح في هذه المناطق اللي بكون اصلا تضررت فيها البنيه التحتيه، يعني منزل مقصوف او مربع سكني طبيعه الحال بكون انقطع في الانترنت، فانت بتكون يعني معلق على خيط رفيع جدا يمكن ان تتواصل فيه مع المحطه، جهد بشري كبير، ضغط نفسي كبير في الميدان، مع المخاوف لاعاده القصف والقصف، وحدث انه مناطق قصفت وعيد قصفها واستشهد فيها رجال دفاع مدني، ثم بعد ذلك تقرر انه لا، رغم كل هذا القتامة والسوداوية نحن مستمرون. طيب هذا بالعادة لما بنحكي عن قطاع الاتصالات بنكون نحكي عن غزة وبراها، بس بجانب من 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 جريمة انقطاع الاتصالات، فكرة حتى انقطاع الاتصالات بين أهالي غزة بينه وبين بعض، وهذا على شغلكم بيأثر بفكرة إنه أنت بطل عندك مصادر، بطلت قادر على يعني على الاتصال بمصادرك بالمتعاونين معك أو معارفك حتى للحصول على الخبر. وأظن من يومين يعني انت كتبت كمان تغريدة حول مصاعب هذا الموضوع، ممكن تحكي لي تقنيا اصلا انت كيف تشتغل الخبر؟ يعني خلينا نتجاوز قضية ان انت بدك تبعت الخبر للمحطة، بس اصلا كيف بتجيبوا الاخبار؟ ايوه يعني انا موجود اولا يعني بعد قطع الانترنت والاتصالات رجعنا لورا من امام، كنا دائما ننقل من امام قسم الاستقبال والطوارئ وفي مباني خلفية منه، فإحنا رجعنا لورا حتى نقدر نوصل لنقطة يعني فيها إرسال بسيط مع مجموعة من الشرائح والشرائح الإيسم وغيره، فأرجعنا ورا.
الآن صار مبنى الطوارئ بعيد عنا، فهذا يستدعي منك أنه بعد ما بتثبت النقطة هناك في كل 5 أو 10 دقائق تسمع صوت إسعاف تيجي للمكان، تسمع تشوف مين اللي جاي بسيارة الإسعاف ومن وين، وتمشي مسافة لمبنى المقر الإسعاف والطوارئ اللي هو خارج إطار أسوار مستشفى شهداء الأقصى، بعيد تقريبا 200-300 متر، كل ربع أو نص ساعة بدك تروح لهذاك المكان تسمع من المسعفين وضباط الإسعاف أو هنا في قسم الاستقبال والطوارئ شو اللي صار. بعدين في من خلفنا من هذا المكان اللي أنا موجود فيه الآن في خيمة فيها جثامين الشهداء، تضطر بين لحظة ولحظة تيجي تسمع شو اللي صار في هذا المكان. طيب توقفنا عند هذه النقطة؟ لا، يعني حدث أول من أمس في وقت انقطاع الاتصالات والإنترنت عرفت موضوعين، موضوع قصف مخيم البريج، جمعت شهادات من الناس اللي وصلوا مباشرة يعني من مكان القصف إنه في قصف وهذا المكان موجود في منطقة بلوك 6، عرفت المكان لأنه أنا يعني عشت في هذاك المنطقة وقت طويل. تحركنا بالسيارة وعدنا بمادة، طيب المادة اللي مدتها 3 دقائق احتاج مني تحميلها وتوصيلها للقناة 40 دقيقة أو أكثر، حتى 40 دقيقة حتى أرسل مادة ووك أن توك في الوضع الطبيعي ما بتأخذ كل هذا الوقت. ليش؟ لأنه إشارة ضعيفة جدا، الإنترنت ضعيف جدا، لا يمكن نقل المواد. لاحقا كان هناك قرار من إدارة المستشفى بنقل توسيع العمل في مركز صحي في مدرسة تم تحويلها لمركز صحي. تحركت إلى هناك مع زميلنا المصور عماد، وصلنا للمكان، نقلنا المكان طائرات استطلاع مخيفة لأنه في حركة يعني كانت لي الأطباء وما لديك، وطائرات الاستطلاع على مستويات منخفضة جدا. صورنا المادة وعدنا إلى المستشفى، أيضا احتاج مني تقريبا يعني بين نص ساعة وأكثر فقط، وبين قوسين متشعلقين على الحيط حتى نبعت هاي أو على الدرج حتى نبعت المادة الصغيرة اللي يعني بحجمها صغير لكن مهمة من حيث نقل الصورة. وظلينا مصرين انه انا عندي مهمة يومية بتغطية لايفات ونقل من الميدان، لانه المشاهد مش بس بده يشوف الشيء اللي داخل المستشفى، بده يشوفك وانت موجود معه في الحدث. وفعلا غطينا هذا الاحداث خلال 48 ساعة او 36 ساعة اللي صار فيهم من انقطاع الاتصالات بشكل متواصل. وبالتالي عندك مشكلة في الوصول للمكان، تردد دائم على بين المباني لعند الأطباء وقسم الاستقبال والطوارئ وثلاجات الموتى والشهود العيان اللي بيجوا من المناطق، و 200 أو 300 متر يعني كل 10-15 دقيقة بدك تروح على مقر إسعاف والطوارئ تشوف شو اللي بيصير ليل بنهار حتى ترسل الأخبار. هذا من حيث المكان اللي أنا فيه. طب كيف نوصل للمعلومات من أماكن ثانية؟ أيضا نقطة بسيطة، وكنت دائما كنت في حديث مع يعني مديرنا قبل أيام في هذا النقطة، قلت له أن نقول للمواطن أنه نحن فعلا نظهر له على الشاشة، وكثير من سكان قطاع غزة يسمعونا على الإذاعة، لكن كنت أقول أنه نظهر للمواطن على الشاشة، نقول له ما بحوزتنا من معلومات فقط، ونقول له أنه لا نستطيع أن نصل إلى مناطق أخرى أفضل بكثير، سيصدقنا المشاهد أفضل بكثير من أنه ننقطع ونستسلم ونقول له انه هناك انقطاع اتصالات وانترنت وخلص يعني بدنا نقعد عبين ما يرجع الاتصال الانترنت. وكانت قناعتي هيك وعملت بها على الارض سواء بالنقل او بالوصول للمعلومة، رغم انه هذا يستهلك منا يعني نكافح فعلا. انا كتبت نكافح من اجل ان نصل الى هذه النقطة، انه نطبق هذه القاعدة او القرار الداخلي انه نحن نريد ان نستمر حتى لو بقليل من المعلومات، مقابل أنه تبقى الصورة والمشاهد يراك والمستمع الذي يسمعنا عبر الإذاعة المحلية أيضا يسمع. بس يعني أنت بتقولي أنه صح، أنت بتقولي يعني خلال وجودك عند المستشفى أو بانقطاع الاتصالات أنت بتكون تستنى سيارات الإسعاف اللي تيجي أو حدا يجي على المستشفى ليجيب المعلومة أو الخبر، أو بعدين أنت تروح بنفسك على الموقع الخبر عشان تحصل عليه. هادول المسارين الوحيدين للحصول على أخبار بحالة انقطاع الاتصالات، هيك عم بتقولي؟ هذا اللي حدث معنا، يعني هذا اللي حدث معنا. وزي ما حكيت لك يعني بيجي ناس بيوصلوا للمكان بيقولوا انه في قصف مثلا في البريج هذا صار، طيب انا فهمت منهم انه في شهداء يعني في دمار في المكان، فقررنا فعلا انه نتحرك باتجاه المنطقه. وكنت يعني مستبعد فكره انه سياخذ مني وقت، حتى ما حضرت في بالي انه ارسال الماده سياخذ 30 او 40 دقيقه. وفعلا صورنا ولما رجعنا اصطدمت بانه طب انا وين يعني بدي ابعت الماده كيف، واستمر إلى أنه ما كان في صورة أصلاً، في تعطش عند الشاشة أنه يشوف الصورة اللي بتظهر حتى لو تأخرت قليلاً.
مقابل انه احنا ننقل الصوره من المكان الحدث نفسه، صار في البريج وصار في دير البلح، وغطيناهم في وقت القصف. طيب في وقت انقطاع الانترنت والاتصالات. بس اللي انت كنت تنوه خاصه في بدايه انقطاع الاتصالات انه انت مش عم تحصل على اخبار كتير ولا صعوبه الحصول على الاخبار، فهذا إشي ساعدني انا كمشاهد اني ما احملك اكثر ولا اني افكر انه انا قاعد بحصل على كل الاخبار من خلال الشاشه ووسائل الاعلام، ففقدت الثقه فعليا يعني بفكره انه انا على درايه بكل شيء قاعد بصير. اذا بدي اسالك سؤال تقني، مع مره بعد مره قاعد بصير انقطاع كثير وبترجع الاخبار، قديش اذا بنفع تعطيني تقديراتك او نسب وتناسب الاخبار اللي قاعد بتوصلنا احنا برا، قديش هي نسبتها من المشهد الكبير او من عموم الاخبار اللي بتفكر حقيقه انها موجوده على الارض؟ يعني احنا اذا تحدثنا عن 5 محافظات، رفح وخان يونس والوسطى وغزه والشمال، يعني نتحدث من 100، فنحن نتحدث عن الوسطى نغطيها بشكل كامل لأن نحن موجودين فيها، فهي 20% من 100. مدينة رفح أيضا بذات الإطار يعني كمان 20%. مدينة غزة يعني نفقد المعلومات بشكل كبير ولا نستطيع نقل إلا ربما 5%. غزة الشمال نعتمد بعد فترة على صحفيين محليين يعملون من هناك، وهم لا يستطيعوا نقل إلا بعض الأماكن، وبالتالي لا نستطيع الحديث أكثر عن ربما 10%، لأنه هم يتمركزوا في نقطة واحدة جغرافية، منطقة مخيم جباليا. طب ما الذي يحدث في بيت لاهي؟ ما الذي يحدث في بيت حنون على يعني ضفتي المخيم أو على ناحيتي المخيم؟ معلومات شحيحة جدا، خاصة بعد يعني إجبار الناس على الخروج من الأندونيسي. منطقة خان يونس كنا نغطي فيها بمراسل وتعزز مراسل آخر في ساعات المساء، ولكن موجودين في نقطة واحدة. أنا أتحدث بعد تقطيع المناطق ويعني فصل خان يونس أيضا، نحن نتحدث أيضا عن نقل المعلومات بنسبة يعني ربما 15% إجمالي ما نستطيع تغطيته من مناطق قطاع غزة لا تتجاوز تقريبا 70% مما يحدث. ليس المشكلة من طرفنا، إنما المشكلة بأنه فعلا لا نستطيع الوصول إلى الأماكن ونستقي المعلومات من يعني النقاط الطبية. يعني هناك شهداء كثر، لا نحن ولا وزارة الصحة ولا الدفاع المدني ولا أي جهة تعرف عنهم شيء، ويصنفوا ضمن المفقودين لعددهم 7700. هل هذا يعني أنه نحن نعرف كل شيء؟ لا، نحن نستطيع أن ننقل لكم للمشاهد واللي بيسمعنا أيضا على الراديو ما يصلنا أو ما نستطيع الوصول إليه، وهي محدودة جدا مقارنة بما حدث. دعني أقول لك أنه سنكتشف في لحظة ما كما حدث في وقت الهدنة أو وقت الهدنة الإنسانية أنه ما نعرفه وما ننقله هو أقل مما يحدث على الأرض، لأنه الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة، يستهدف الصحفيين، وحينما يستهدف صحفيين يخوف، يريد أن يخوف صحفيين آخرين بعدم التنقل، ويقتل منهم ويستهدف منهم ويقتل المواطنين الذين نعتمد عليهم كشهود عيان، ويقطع الاتصالات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الاتصالات والإنترنت في كثير من المناطق. وبالتالي نتحدث، إذا قلت لك 70% يعني نكون بالنظرة التفاؤلية عما يجري، هناك 30% من المناطق شجاعية، شرقية خان يونس تنقلت فيها إلى حد عند نقطة الصفر، بعد ذلك أصبح القصف قريب من يعني الأماكن التي نوجد فيها، وهذا كان يشكل بالنسبة إلينا خطر، يعني أنه لا نريد في النهاية أن نصبح نحن الخبر، لا نريد نحن أن نصبح نحن الصورة، سننقل الصورة. وقررنا أنه خلاص يعني هذه المنطقة صعب الدخول إليها، خاصة شرقية خان يونس، وكنت فيها قبل 2 أو 3 ساعات من التوغل البري، نقلت من قلب مدينة القرارة، منطقة القرارة وبني سهيلة، وكانت فعلا وكنت كتبت عن ذلك أنه كاميرا التلفزيون العربي هي الوحيدة التي دخلت تلك المناطق في ذلك الوقت تحديدا. بس بدي اكمل معك بنفس السؤال، وبدي ارجع للمرحله يمكن هيك محطه مفصليه بالحرب هذه، بقضيه الاخلاء شمال وادي غزه اللي في تم اجبار الناس على الاخلاء وتم تهديدهم وقصفهم وضربهم. بجانب الصوره والاعلام، واسمح لي هون يعني بدي اجي عليك عشان تفهمني كتير، انه من الصعب علي كان استوعب انا كمشاهد انه صحفي او صحفيين او مراسلين غادروا اماكنهم وتركوا شمال وادي غزة من غير صورة من غير خبر. ففعليا باللحظات الاولى من قضية المغادرة احنا صفينا قاعدين
مع كثافة الصورة ومع تأكيد المراسلين أنه إحنا لن نغادر وسنبقى هنا، وكمان بعض المراسلين تحدثوا عن اتصالات من مدراءهم أو طلبات وأوامر بالإخلاء وتعليمات بالإخلاء، ولكنهم فضلوا البقاء. في لحظة كانت الجميع فيها انسحب، الآن صار واضح لنا اليوم ليش انسحبوا، يعني واضح لنا مستوى الجريمة ومستوى الاستهداف اللي الاحتلال قاعد بكون فيه. بس إذا بدي أرجع لورا بهديك المرحلة، شو النقاشات اللي كانت موجودة لا تخلي مراسلين حربيين يغادروا مساحة حرب فيها مرضى، فيها مستشفيات، فيها عائلات ما زالت موجودة حتى اللحظة؟ هو ما كانش نقاش طويل صراحة، هو كان نقاش سريع جدا وحاسم، انه انت يا اما تستمر يا اما تبقى هناك ولا تستمر. يعني نحن نعرف وسائل الاعلام تحديدا والقنوات تعرف قدراتها وتعرف انه هل بقائي هنا افضل او مع الاستمرار بنقل الصورة، ام انه فعلا لو انا انتقلت لمكان اخر ساستثمر طاقتي البشرية ومعداتي القليلة او المعدات المتوفرة للاستمرار لوقت اطول. ففعلا قسنا ما هو معنا، ما هو بين يدينا، وهل فعلا سنخرج مع هذه المعدات سليمين وفعلا نستطيع استكمال الصورة، ولا نبقى هناك ونفقد الصورة في النهاية. فكان القرار السريع انه لا، نذهب باتجاه الخروج مبدئيا، نقل المعدات على الاقل، لانه هذه كانت خطر وانت ما بتعرف في اي لحظة انه ممكن يتم قطع الطريق، وفعلا انه يعني بعد ذلك سيصعب عليك، يعني مش شراء كاميرا، شراء سلك بسيط، انه صعب جدا، متوفر فلوس بس هات انه حدا يشتري هاي من وينك تجيبها، فكان صعب. بالتالي احنا بنحكي عن محدودية في المعدات والادوات، ثم بعد ذلك يأتي القرار الكبير الصعب، نبقى هناك بدون صورة ونفقدها بعد يوم ولا يومين وخلص. وكثير من القنوات، يعني أقول لك أنه حتى من بقي هناك ونقلت الصورة ذلك، وكل احترام لكل الزملاء، لكن هم مكثوا ومعداتهم بدون معدات. طيب لو بقينا في ذلك المكان وعدنا إلى هنا بدون معدات، شو كنا نستفيد؟ ولا شيء، كان ممكن الناس ما تسمعنا. طيب احنا لما نجينا هنا بقينا في المستشفى فقط؟ لا، بدليل عشرات المواد اللي صورناها ومئات اللايفات اللي طلعناها من غزة ومن غير غزة، يعني داخل المدينة او من مناطق الوسط او من مناطق الجنوب. وخلينا اقول لك، عملنا إدارة الأزمة، بمعنى انه كان طاقمنا 3 مراسلين، عززناهم بصحفي اخر موجود في مدينة خان يونس وكان يتنقل في غزة في خان يونس والوسط، ولاحقا تم التعامل مع عدد من الصحفيين الموجودين هناك في مناطق غزة والشمال، ووصلنا إلى الحد الذي لا نفقد فيه المشهد كاملا ولا نفقد فيه ما نمتلكه من معدات على محدوديتها، كانت بمثابة شريان حياة لنا حتى نستمر وننقل الصورة. وبالتالي نحن، أنا على صعيد الشخصي، وربما لإدارة القناة تفسير ما تراه مناسبا، لكن على صعيد الشخصي حتى اللحظة لست نادما على يعني التحرك باتجاه الوسط والجنوب، لأنه في اليوم فورا تحركنا إلى مناطق نقاط وتوعدنا إلى مدينة غزة وصورنا وبثنا مواد من هناك حتى من سطح البناية، ولكن لم أكن نادما ولن أكون على هذه الخطوة، لأنه فعلا نحن نعرف ما الذي بين يدينا وكيف يمكن أن نستثمر ما بين أيدينا من أجل الاستمرار وليس المغامرة. هناك مغامرات خطيرة أحيانا تكون غير محسوبة، قد تكلف، وحدث أرواح ومعدات لا يمكن تعويض الأرواح بطبيعة الحال ولا حتى المعدات. أنا شايف إنه القرار، بس عشان أكد لك، أنا شايف إنه القرار اللي الكل عمله هو القرار الأسلم، لأنه كمان من ناحية الجميع أخلى، الجميع انسحب من هذيك المناطق فعليا. السؤال سؤال التوقيت إمتى انسحب، فهون صار يعني فكرة إنه من اتخذ القرار أولا أو من انسحب أولا. بس لإلنا كمشاهدين برا، يعني يمكن ما بعد الحرب رح نفهم أكثر، شوي غريب فكرة إنه في منطقة كاملة عم بكون فيها عمليات، عم بكون فيها قصف، عم بكون فيها استهداف، تم إخلاءها من الصحفيين والإعلاميين، حتى غابت الصورة تماما وغاب الخبر أيضا كمان باسل. فعشان هيك من هذا الباب حاليا كان السؤال، يعني إنه القرار كتير صعب مش شوي. وعلى المشاهدين، أنا بالنظري يعني كانت مرحلة من المراحل اللي
نزلت يمكن أو كسرت أو أعطت انطباع بأنه في مرحلة جديدة هنا في الحرب، أنه في منطقة تم إنهائها. عشان هيك طوال الوقت كان يمكن لاحقاً أنه أنتوا كنتوا بتأكدوا وبتحكوا على فكرة أنه ما زال هنالك سكان، ما زال هنالك سكان، ما زال هنالك سكان. يا عزيزي، إذاعات محلية حتى إذاعات تابعة، طبعاً إحنا بنعرف أنه كان في عندنا 25-30 إذاعة تقريباً محلية، جميعها نزلت. يعني جميع هذه الإذاعات اللي لها منصات إرسال، محطات إرسال، موظفين، مراسلين، نزلت على الهواء بعد عملية تقطيع الأماكن المناطق، وأصبح من الصعب نقل حتى سياراتهم، والاحتلال دمر بعض سيارات البث موجودة في مستشفى الشفاء، حالهم دمرها حال المعدات والأدوات الموجودة الطبية هناك. وبالتالي نحن على الأقل على صعيد التلفزيون الناس تسمعنا، وهذا كانت مسؤولية، لأنه بعض الإذاعات في الضفة الغربية تنقل البث اللي خاص بالتلفزيون العربي على مدار الساعة، وأصبح مسؤولية. يعني الإذاعات المحلية تابعة لأحزاب فلسطينية توقفت، والإذاعات المحلية الأخرى الخاصة توقفت من وقت مبكر، وأصبح من الصعب تنقل مراسليهم، وأصبح من الصعب يعني التعامل مع سماع الناس الأخبار. فأنت أصبح لديك مسؤولية مثل أب في 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 الأسرة، يعني مسؤول عن كل شيء. أنت الآن مسؤول عن الأخبار التي يسمعها الناس. ودعني أقول لك في لحظة، حتى كان هذا جزء من مشاورة مع الزملاء في إدارة المحطة، أنه كيف يمكن أن نحرص على أن نقدم المعلومة، وإن كنا يعني في الوقت السابق لا نذكر أسماء العائلات التي تم استهدافها مثلا لأسباب متعلقة بأنه فعلا ممكن يكون استهدف بيت مش هو، أو ممكن يكون يعني محل كتير هذا الخبر. لكن بعد تأكدنا بالبث على الراديو فعلا أصبحنا الناس تسمعنا، نريد أن نقدم لهم خدمة الخبر اللي فعلا بيهمهم، بعيدا عن كل شيء متعلق بتهويل وما إلى ذلك. وأصبح المكان اللي أنا موجود فيه الآن هنا أشبه، وذكرتها على الهواء، أشبه بمركز استعلامات في هدنة، في الشدنة، دار أبو فلان اللي موجودة في شارع كذا، أصلك منها معلومات. طب إيش رأيك نتواصل مع قريبنا من الإنترنت اللي هو اصلا ضعيف جدا، مع قريبنا اللي برا؟ طب انا بدي اعمل مناشده على الشاشه، كيف ممكن نعملها؟ طب السوشيال ميديا ممكن لو بثينا مناشده لمريض كيف ممكن نساعده؟ فاصبح الموضوع يتخطى كثيرا دور الاخبار، اصبح الموضوع الان بيتجه باتجاه مساعده الناس اكثر، تقديم خدمه للناس. وفعلا مركز استعلامات، انت الان مسؤول فعلا عن الصوره، وهذا اساس كمحطه اخباريه، ولكن مسؤولية أكبر متعلقة بكيف تساعد من حولك، من نازحين وغيرهم، مناشداتهم، مرضى، مصابين، عائلات. بيجيك شخص بعث لي مسج بيقول لي أنا عائلتي موجودين في مركز شبال المسيحية، كيف ممكن أنا أبعث لهم يسمعوني؟ فبتقول له أنه بتحكي عن الخبر على الراديو، بيجي بيقول لك سمعوك، يتحرك وين، بأي اتجاه، كيف ممكن نحكي مع الصليب الأحمر، بتروح بتحاول توصل لحدا. الموضوع تعدى فكرة أنه أنت مش موجود هناك، لا احنا موجودين بما نستطيع، ولكن قرار الانتقال، ونحن نقول انه نحن في بيت واحد تنقلنا داخل الغرف، لكن لم نخرج ولم نخرج طبيعة الحال، لن نتوقف ابدا. يعني حتى لو يعني كان عندنا نقطة واحدة من الانترنت والاتصال مستمرين، ولكن دعني اقول لك انه احيانا إدارة الأزمة تحتاج الى قرارات حاسمة ومسؤولة، وهذه يتحمل مسؤوليتها من يتخذها. والأهم من ذلك أنه التجربة حتى اللحظة، أنا على صعيد الشخصي لست نادما لهذا القرار. بس من ناحية تانية بدي تساعدني أفهم مستوى دقة ووضوح الصورة، أو إذا بدي أحكي أنه قديش عم توصلنا الصورة الكاملة من غزة دون تهويل ولا دون يعني تنقيص. من مكان تاني منشوف انه بعض القنوات بتفاوت تهول من مستوى عمليات المقاومة، والبعض الاخر فعليا يهول حتى من مستوى المعاناة. فواضح الاشي من على مستوى يعني سياسات تحرية يختلف، من بتختلف من قناة لقناة ومن منصة لمنصة. انت يعني عايش الخبر وشايف كتير اشياء، ما اظنش انك شايف كل المحطات او كل القنوات، بس عايش بين زملاء كتير. بنشوف انه في مستوى تهويل
أو تعظيم من مستوى عمليات المقاومة لحتى أفقدنا التواصل مع بعض المناطق. يعني في البعض قال إنه ما زلنا موجودين حتى إنه لما وصل الجيش لنقطة ما بتعرف الناس انصدمت، فهذا عمل أثر كتير سلبي. ومن مكان تاني كمان باسل، اليوم الوضع المدني للناس، وضع معاناة الناس، ما بعرف إذا البعض بحاول يقلل منه أو بخفي حتى مستوى شكوى الناس. بهاي المساحتين هدول ممكن تساعدني أفهم أكتر أو تعطيني مفاتيح لما بشوف أي قناة أو أي محطة، تساعدني أفهم دقة الخبر أو تساعدني على الوصول لإله أكتر بشكل أوضح. أحمد، أنا أعتقد أنه لا أستطيع أن أنصب نفسي لتقييم ما الذي يفعل الآخرين، لأنه فعلا حتى الاطلاع على الشاشات الأخرى ربما يكون قليل. أتابع ما الذي يبثه زملائنا، ولكن متابعة حثيثة تستطيع أن تضعني في موضع التقييم صعبة، وهذا سؤال صعب. لكن فيما يتعلق بنا، نحن بالأمس كنا في مكان موجودين فيه، ممكن بس عشان الإضاءة، المكان الذي كنت موجود فيه المواطن بيقول لي أنا وهو سمعني بالصوت، فبيقول لي أنا بسمع من عندكم الأخبار اللي بتجيب لي طمأنينة، بطمئن لما بسمع الأخبار اللي بتبثها العربي. طب ليش هو حكى هيك؟ لأنه هو ما عنده تلفزيون ولا عنده إنترنت يشوف باقي القنوات، والمساحة اللي سمعها من بعض الإذاعات المحلية اللي بتبث لقنوات عربية بيسمعها بدانه، فوصل إلى إنه يقرر يستمر إنه يسمع من التلفزيون العربي الأخبار. لماذا؟ لأنه أنا وزملائي بننقل الخبر كما هو. يعني موضوع تحليل، وهذا مثار جدل دير بالك حتى عند الناس، يعني اللي بيحكوا عن قصة انه بعض المنصات بتجيب محللين عسكريين وبيوصف لك الامور وبيعقد الامور وبيحلل الامور وبيشربكها احيانا، وبعضها احنا بنعرف كويس انه له هدف بعد تحليل الخبر له علاقة ب يعني سياسات القنوات وتعاملها وتعاطيها مع موضوع المقاومة وتفاعلها معهم وبث المشاهد وما الى ذلك. ولكن الناس هنا يعرفون كل شيء، ويميزوا، قلت لك قبل قليل حينما تحدثنا عن التغطية في وقت انقطاع الاتصالات انه انا اكون صادق معهم وسامعيني ومصدقين انه فعلا هاي المعلومة اللي قدر يوصلها ومش قادر يوصل لغيرها، افضل بكثير ما انه يعني يضعوا بين قوسين يقول كاذب او مضلل او بينقل خبر مش هو، او بيجيب لنا اللي بده اياه وبيجيبش اللي بدهش اياه. احنا المقابلات اللي على الهواء مباشرة ولا مرة حكيت مع الناس انه شو تقول ولا ما تقولش، وبدليل انه احنا كل بثنا الخارجي وحتى هنا بث مباشر، نحن ننقل الحرب على الهواء مباشره، ومن ياتينا من الناس يتحدث ما يريد ان ينقله، ولا يوجد لدينا اي خطوط يعني نقول انه هذا احمر ممنوع يحكي كذا ابدا على الاطلاق. بدليل ارجع لكل المواد واسمع كل المقابلات، انا مسؤول عن كل مقابله انا اجريتها، اذا كان فيها توجيه للمواطن أو على الأقل أنه بلاش تقول كذا أو قول كذا، أو بسحب منه أمامه المايك أو بأستنطقه يقول شيء معين أو يعني بوديه مثل أبدا. هو بيجي بيكون موجود ماشي، بقابله مرحبا شو اللي صار كيف عملت كذا، وبنرجع بالمادة بنبثها أو المادة اللي تبث على الهواء مباشرة. الآن آخرين يقولوا ما يشاءوا، والحكم والفيصل بينه وبينهم رأي الناس. في ناس بيحبوا، يعني طبيعي أنت بتحكي عن شعب ناس 2.5 مليون وراح منهم 20,000 تقريبا وأكثر شهداء و50,000 مصابين، في ناس طبيعي بتحب إنه يسمع أخبار تهوين، في ناس بتحب تسمع إنه بكرة الهدنة، في يعني هذا رأي الناس، رأي عام في النهاية. لكن ما تمام احمد، هيك ممتاز. بس عندك لساتك بتسجل على تليفونك؟ سجلت ووقفت هناك لانه قطع. بس لا خليني اعطيك عمق، ايوه كده احلى.
ارجع اسجل من جديد؟ لا لا خلص انت كملت السؤال للاخر. يعني انا ما سمعت الجزء، بس اذا مسجل عندك باخده. ايوه سجلت عندي للاخر صحيح. طيب بدي اكمل واسالك، ال- 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 الناس اللي في غزه بيسمعوا، بتقول لي انه بيسمعوا الخبر، باخذوا الخبر منكم، يعني بمعنى بكونوا يحضروا عشان يعرفوا يطمئنوا مثلا على مناطق تانية او هيك، بس على مستوى التحليل اللي بنسمعه من اقارب اصدقاء، لان انهم بشعروا، الاهالي في غزه بشعروا على مستوى التحليل انه في فارق، في فجوه بين الشارع وبين القنوات او المحطات بشكل عام. بنفع تساعدني انطباعات الناس كمان على مستوى التحليل مش على مستوى الخبر؟ واضح لي الخبر يعني مفهوم سياقه، بس التحليلات. احمد، موضوع التحليل يعود للجهه اللي بتبث، يعني انت عمليا احنا عندنا بيجيبوا ضيوف بيقراوا الخبر، بس انا اتحدث، يمكنني على الاقل من هذه النقطه وفي متابعتي اتحدث عما ننقله نحن وما نسمعه من الناس. اولا هناك ثقه بما ننقله للناس لانهم يجدونه، يعني والد الشهيد اللي اول امبارح صورت معه، اول ما وصلت المكان قال لي باسل، قام من المكان اللي هو موجود فيه بين الناس وتعامل معي انه راح يورجيني شو اللي صار. يعني هذا يعكس مصداقية ما ننقله حتى عند عائلات الشهداء والمكلومين والجرحى. قام من بين الناس وكان متأثر وقابلني واستقبلني وورجاني الأماكن اللي صار فيها القصف. هذا يعني نعتبره بيئة صديقة لنا، بيئة تساعدنا حتى على العمل، تعيننا على عملنا. أول ما نصل إلى أماكن لا أحد يعترض طريقنا، نصل إلى المكان اللي فيه الحدث ونسمع من الناس. خليني أقول لك، أول قبل 4 أو 5 أيام كنت ماشي في مكان يعني زحلقت على الأرض، أجا الناس وقفوا وعرفوك ورحبوا فيك ومسكوك وقال لك تعال كمل من المكان اللي هان. الناس تحب من يكون صادق معهم بغض النظر عن طبيعة الخبر الذي ينقله، إذا كان بزعلهم ولا لا، في النهاية في خبر. يعني إذا مثلا زميلنا من القدس قال إنه المفاوضات الآن متوقفة أو متجمدة بقرار من مجلس الحرب، هذا خبر بزعل الناس، بس هذه حقيقة. لما أنا بقول إنه في استشهاد 20 أو 30 من عائلة فلان في جباليا، بزعلوا الناس طبيعي، لأنه معظم النازحين أقربهم اللي هناك بزعلوا. أيوة، وممكن يبكوا ممكن ينهاروا، بس مصدقينك. بس لما أنا بقول إنه في تدمير آلية وفق بلاغ وصلنا من كذا أو كذا، هذا حقيقة، هيفرحوا لأنه مثلا بيعتقدوا أنه استهداف الآليات هو جزء من يعني رد اعتبار لهم، جزء من أنه نحن يعني هناك من يدافع عنا. بعض الناس المؤطرين اللي من تنظيمات بيكون بيعتقد أنه استمرار مزيد من العمل على الأرض العسكري سيدفع باتجاه تراجع الاحتلال أو تقدمه في مناطق وعدم تقدمه في مناطق أخرى. لكن أن أصف حتى أنا يعني ربما لو عدت إلى معظم المداخلات التي يعني أخرج بها على الهواء، أفضل ألا أقول ضارية إلا إذا وصلني البلاغ بقول ضارية، أفضل ألا أصف يعني ما يجري على الأرض بأوصاف أنا لم أكن في المكان ولم أشاهد لأقول ضارية وكذا، وبعض المصطلحات اللي بيوردها بعض المحللين يعني. وخلينا اقول لك انه في مش قادر اوصف انقسام بين الناس بين ولا، ولكن في اراء متفاوته حول ما الذي تقوله بعض القنوات والمحللين العسكريين في غزه، وبعضهم يعني بتمسخر انه طب هو شو عرف وشو ورجاه، وبعضهم بيقول لك ما زار غزه ولا مره عن بعض الاسماء اللي بتظهر على القنوات ولا معه، انه هو ما اصلا ما زار غزه بالمره ولا بيعرف الشارع هذا ولا بيعرف الشارع هذا، بيشوف شارع اقمار صناعيه. دعني اقول لك، صور الاقمار الصناعيه احنا بنعرف شارع البركه، بنعرف شارع جلال، ما بنعرف اسماء الشوارع اللي تظهر على الاقمار الصناعيه، وكثير شوارع اختلطت علي انا، انه احنا بنعرف شارع مثلا جحر الديك، مش عارف شارع اللف اللي على اليمين بلوك 12، تعالي من شارع دار ابو محمود، هذه الشوارع مش موجوده على الاقمار الصناعيه. استنادك الى صور من الأقمار الصناعية لا يعطيك كل الصورة أبداً، لأنه هذه يعني تحتاج إلى أنه تكون موجودة على الأرض. ومرة أخرى خليني أقول لك أنه الناس تسمع منك المعلومة اللي تعرفها وتصدقك أفضل مليون مرة من أن أحلل له شيء ويكتشف زي ما أنت قلت أنه لا، الأمر مش بهذه الصورة، خاصة موضوع المقاومة الفلسطينية.
أبو عبيدة قال هذه معركة غير متكافئة، يعني بمعنى أنه وهذا ما سمعته في بعض التصريحات الأولى له، أنه الاحتلال مسنود بقوى دولية أمريكان وغيره وتسليح مستمر مع مجموعات من المقاومين على الأرض ليعطيك قاعدة تنطلق منها حينما تحلل وحينما تنقل الصورة، أنه هؤلاء المقاومين مهما كان معهم بأدوات بسيطة أو حتى سلاح ثقيل هم يواجهوا جيش كبير، والصورة ليست جيش كبير مقابل جيش كبير، لسنا أمام أوكرانيا وروسيا، وأوكرانيا مدعومة وروسيا، نحن نتحدث عن مقاومين فلسطينيين، بعضهم بيطلع بالبيجامة بعضهم بيطلع حافي بيوصل المكان، وإعطاء هذه الصورة عند هذه النقطة كخبر أنا على صعيد الشخصي أهم بكثير من تهويل الأمر أو إعطائه غير يعني حجم أكبر من الذي يكون عليه، مع اهتمام طبيعي بعض الوسائل الإعلام اللي يتابع للأحزاب بيضل بعيد ويزيد في هذه النقاط ويذكر فيها وربما يبث مشاهد وما إلى ذلك، ولكن ليس عيبا، المهم فقط أنه أن تكون صادق مع الناس حتى يصدقوك، لأنه من هم موجودين على الأرض مهم جدا بالنسبة لهم أنه تقدموا في هذا الشارع ولا لا، إذا ما تقدموش ممكن في الليل يتقدموا ويرجع من شارع تاني، تحت ضربات المقاومة هم رجعوا لأنه تكتيك، هذا ما أنا بالنسبة إلي بعمله ثانوي. ليش؟ لأنه الناس بهمها الخبر الأساسي، لأن أنا ما كنت في المكان ما شفت أنه ضربوا الألية فرجعت الألية اللي وراها ولفت من الشارع الثاني ودخلت، وهذه تفاصيل معقدة وتحتاج إلى أنه فعلا تكون موجود أو تستند إلى معلومة، لا أنا كنت موجود والمعلومة اللي تصلني عبارة عن بلاغ من المقاومين الفلسطينيين، فأنا بتعامل معه كخبر أو حقيقة فقط. أنا بدي أنوه بس إنه إحنا قاعدين بنحكي، يعني بضل أخذك أنا لعموم المحطات والقنوات، لأنه بالآخر عموم سلوك المشاهدين اليوم الناس بتتنقل من منصة لمنصة، فأنا بالنسبة لي عم بستفيد بكلمات مفتاحية منك لأعرف أقيم وأطلع على الخبر. للأسف إحنا في مكان اليوم في وضع مع كثرة المعلومات، بس مثل ما بتعرف يعني الواحد يحتاج أن يتحقق بنفسه من كل خبر قاعد بشوفه. من مكان تاني كمان، إذا بدنا نمسك مسار الحرب، في مناطق فعليا اللي هم الناس اللي مثلك سبق واشتغلت بالعمل الصحفي على مدار فترات طويلة، فبتعرف المعايير، بتعرف المحددات، بتعرف كيف تنقل الخبر بمهنية وأمانة. بمرحلة متأخرة يعني يمكن بالأسابيع الأخيرة صار هنالك انضمام لناس، خليني أحكي مش صحفيين، للكثير من المحطات، واللي بيعرفهم بيعرف أنه شاف وجوههم أو بيعرفهم أو بيعرف تغطياتهم أو بيعرفهم حسابات السوشيال ميديا، هم ناس محزبة، ناس تشتغل بمساحات ما سابقا شكل نقلهم للخبر كان في صبغة مثلا حزبية أو صبغة فعليا يعني أقل، خليني أقول مهنية من المعايير اللي أنت بتحكي عنها. من ناحيتك كيف بتشوف هذا المشهد؟ بعرف أنه في ضروريات لإله يمكن، بس من ناحية تانية بأثر على اللي أنت بتقوله؟ طبعا، لكن احنا انا على صعيد الشخصي اني شاركت في تدريب مجموعه كبيره من الصحفيين في مؤسسه مع بيت الصحافه هنا في غزه، وكان عندنا يعني كان يؤسسوا الى يوم مثل هذا اليوم، ان الناس اللي تحمل موبايل تنقل صوره، يمكن فقط كان التوجيه في ذلك الوقت انه تنقل صوره حقيقيه وضمن معيار مهني. الان هذا العدد يعمل، بعض منهم موجود على الشاشات وينقل، لماذا؟ لأنه هم ينقلون من أماكن مختلفة، موجودين في أماكن مختلفة، عندهم انتشار في أماكن مختلفة، وعندهم متابعين ربما في من أماكن مختلفة، وبالتالي كان مهم أنهم يشاركوا في التغطية، يساندوا الوسائل الإعلام التقليدية الرسمية، التلفزيون والمحطات التلفزيونية اللي لها معيار ولها غرفة أخبار وما إلى ذلك. ولكن فعلا كان في بعض الأحيان أنا أتدخل لبعض الزملاء أو الصحفيين، أو هم يعني حتى هم ناشطين، وأقول لهم إنه هذا الخبر غير دقيق، فيتعاملوا معه، وفعلا نقول لهم إنه هذا الخبر غير دقيق، يعني صار حدث بسيط لطبيب بيبكي. أنا كنت مبين في الصورة، فسألوني الزملاء في المحطة إنه شو هذا الطبيب؟ وصلنا إنه هذا الطبيب اللي 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 يبكي على ابنه اللي استشهد بعد ما قد ما عالجوش لأنه مش لاقي تخدير فاستشهد الولد. قلت لهم لا، هذا اللي نشر على هذا السوشيال ميديا لم يكن كذلك، هو طبيب يبكي زميله الطبيب الآخر اللي استشهد وعائلته، وتداولوها، كانت متداولة بشكل كبير على السوشيال ميديا، لكن التحقق من هذه الأخبار يعني يحتاج مراكز واسعة
ويعني يحتاج إلى جهود كبيرة تحقق من الأخبار بهذا الشكل. لكن دعني أقول لك الصبغة العامة يعني اللي أنا بتابعه إنه لا، المعظم العدد الأكبر ومعدودين على الأصابع اللي يعني كان عندهم نقاط أو خلل، لكن العدد الأكبر خدم فعلا بالصورة بالطريقة، ويمكن كان عندهم إمكانات كمان تقنية وعلاقتهم بالسوشيال ميديا ومعرفتها وعلاقتهم بالجمهورهم في الداخل والخارج أسس لأنه فعلا يكونوا جزء من يعني الأماكن اللي الناس بتروحها حتى تعرف الخبر، خاصة من خارج قطاع غزة، مع بعض التهويل، لأنه بتعرف السوشيال ميديا بيتغذى على أنه أنت تدي خبر قوي بغض النظر بتصرخ في الفيديو. أنا ما بصرخ في الفيديو عشان أجيب الناس، مثلا بتروح بتجيب مشهد الدم القاسي بدون ما تراعي أنه هذا طفل ولا مثلا سيدة ولا كذا. هذه فيها أنا على صعيد الشخصي فيها مشكلة، وطبيعي القناة ممكن ما تبث هذه المشاهد، بنشوفها أمامنا، هو بيروح ببثها في فئة من الخارج أو في الداخل يعني خلينا أقول لك بيفضل أنه يشوفوا أو بيقدر يشوفوا هذه المشاهد. أنا قرأت العكس، قرأت أنه ضخ الدم الكثير راح يأثر لاحقا بعد شهر ولا أسبوع ولا أسبوعين على مشهد المتابعة، وراح يخلي الناس تعتاد. في بداية العمل العسكري، بداية العدوان على غزة، كنت أشوف أنه لا، كل ما بدينا نبث دم أكثر وهذه المشاهد اللي بثوها نشطاء السوشيال ميديا راح الناس تعتاد، وزي ما صار في مطارح تانية في العالم أنه يصير خبر عادي. بس أنا بدي أكون متزن وعندي سلوك أفضل من اللا سلوك، وأنه أنا بس بدي أتعامل مع تغذية محتوى السوشيال ميديا فقط. ممكن أنا أبث شيء قوي لمرة طوال اليوم، طبعا بتعرف السوشيال ميديا بدك تبث 20 تغريدة ومش عارف و15 ستوري على الانستغرام عشان يضل حضور وتفاعل، لأنه هيك بدها هاي الوسائل. فهو بيصير أحيانا بيتجاوز نقطة المهنية لنقطة أنه حشو، وهي مشكلة. أوكي. بس شو محدداتك أنت والخطوط الحمراء؟ وبدي تبلش لي بهاي النقطة اللي بتحكيها على مستوى الصورة، لأنه أنا بأيدك. يعني بالأول الواحد لم يكن يجرؤ فعليا أنه يقول يا جماعة صور الدم اللي قاعدة بتطلع، الصور الزيادة مش الحدث الزيادة يعني هيك. وبعرف أنه كان في دافع لفكرة أنه كسر الحصار على مستوى الصورة وعلى مستوى الخبر في غزة، وصار في نجاح كتير كبير يحسب فعليا لكل من نقل الأخبار. ولكن باسل في هذه النقطة اللي أنت بتحكي عنها، أنه صار في كمان ممكن ينحكى عنه ما بين قوسين انتهاك لكرامات ناس، يعني أو انتهاك لخصوصيات ناس. أنت حكيت لي عن هذا الموضوع، إذا بنفع تبلش فيها وتحكي لي عن الخطوط الحمراء تبعتك في تغطيتك كباسل. شوف، إحنا موجودين في مكان وبنتنقل على الأماكن فيها كثير من مشهد الدم، وبنوصل لمناطق بيتم فيها انتشال جثامين شهداء من بينهم أطفال وسيدات، هو ما أعطاك الإذن أنك تتصوره. وحتى المعايير المهنية التي نتحدث عنها دائما أنه ما ننقل، يعني نراعي خصوصية هؤلاء الأطفال والسيدات وما إلى ذلك، حتى لو كانوا في هذا المحط هذا الموضع من أنهم مصابين. ولا مرة بأسمح أنه واحد مثلا يطلع لي من بيت تحت ركام أو أقارب يقول لي ما تصور أو راعي خصوصي. أنا لحالي برجع خطوة لورا، لأني بعرف أنه المشهد القاسي أصلاً عندنا داخل القناة مشهد الدم ووجوه الناس وخصوصيتهم ما بنبثوا، احتراماً لهؤلاء الناس، احتراماً للمعايير اللي نعرفها جيداً في معايير التلفزيون والصحافة. ولكن أحياناً أحيان أخرى بيكون مثلاً بعض الناس الموجودين معنا فعلاً بيكون هدفه، وبعضهم محطة تلفزيونية، هدفه أنه يجيب صورة الدم مع طفل. أنا صار معي مشهد في مجزرة المستشفى المعمداني وأنا على الهواء، طبعا إحنا كنا الكاميرا الوحيدة التي تبث مباشر من هناك يوما. طيب إيش اللي صار؟ أنا على الهواء، أجا رجل حمل جثة لطفل، مسكه هيك وعرضه، كان مشهد صادم. تعاملنا أنا والمصور مع أنه ما بدنا ننقل هذا الحدث، الصورة هذه الصادمة، لأنه في أطفال وفي سيدات في البيوت قاعدين بيشوفونا، وفي حرم لهذا الطفل اللي أنت جايبه، وفي المقابل ننعر. فبس خلص الرجل هو كان منهار وما كان يمكن قاصد أنه يعمل هذا الحركة أمام الكاميرا، وبده يورجي العالم أنه شو اللي بيصير. بس إحنا كنا ممكن نورجيه بطريقة مختلفة عن اللي هو عمله، وتتناسب مع
انه انت التلفزيون داخل في كل بيت في كل غرفه، يمكن حتى الاطفال هم نايمين في الايام الاولى اللي صار فيها المنظر، الناس بتشوف كل شيء على السوشيال ميديا وعلى الجوال. فاحنا بدنا نحترم هذا يعني امام امرين، نحترم المشاهد ونراعي انه ما نبث له مشاهد صادمه قبل ما نقول له، يعني اذا في مشاهد صادمه معروف انه احنا بدنا نقول له انه هذه مشاهد الفيديو القادم سيبث مشاهد صادمه كذا كذا، يمكن يحتاج الى فئه عمريه معينه، يعني هذا المعيار اللي احنا بنعمل عليه. لكن انه انا اكون على الهواء مباشره واصدم المشاهد كان شيء صعب، وبالتالي في رغبه عند بعض الناس انه ينشروا هذه المشاهد، ولكن نحن انا على الاقل لم اكن اعمل بهذا وما زلت لا اعمل بهذا الاطار. مهم عندي المشاهد يشوف الحدث يفهمه بدون ما انا اضل، لانه انت قبل شوي قلت شيء عن السوشيال ميديا انه بعض منهم بيحاول يختلق، هو اصلا الواقع اللي عندنا ما يعني الطبيب اللي انا حكيت لك قصته هذا هو اصلا يبكي زميله، فمش يعني لو بكى ابنه ولا بكى زميله اللي بيعمل معه طول اليوم هو زي اخوه، يعني زي واحد من افراد اسرته. فالبكاء مش محتاج تفسيرات كتير، يعني هو يبكي يعني هو تأثر، يعني سواء كان ابنه ولا زميله اللي في العمل اللي بداوا معه 96 ساعة في الأسبوع متتاليات وراء بعض كأنه أفراد أسرته. مش محتاج أنا أكذب أو أختلق رواية هي مش حقيقية ومش دقيقة. وبالتالي لا، نحن نقول خطوط حمراء، مشاهد الأطفال، السيدات، الناس اللي بينتشلوهم، الجثث، الأشلاء، القطع، ما يعني لو كان في كيس الجثامين الشهداء نحترم حتى هذا الجثمان، أفضل بكثير من أنه أنا على الأقل أبث مشهد صادم. عندنا مشاهد صادم كثيرة، جوالي مليان، الذاكرة ممتلئة وعقلنا ممتلئ، وأنا بتحرك أمام أنا بنام جنبهم لأنه سيبنام في سيارتي جنبهم، جنب الثلاجات بيني وبينهم 3 أمتار، وبروح على المرافق اللي موجودة في المستشفى يوميا 3-4 مرات جنب الثلاجات الموتى الموجودة في داخل المستشفى، بشوفهم دائما وعندي قدرة أصورهم وعندي فعلا صور مؤثرة لإلهم. ولكن هناك شيء بداخلي أعتقد أنه ممكن يكون حدا أنا بعرفه على الشاشة يشوف هذا المشهد كيف راح يكون مشهد صعب قاسي على الطفل وممكن يؤثر فيه على مدى الحياة، لا أنا بقدر أورجيه بطريقة أخرى أثناء البكاء، أثناء توديع الشهداء، أثناء وصولهم في بعض الأحيان، يعني بعض المشاهد اللي نبقي فيها حتى على مشاعر الناس تبقى معنا ولا تتبلد. هذا رأيك الشخصي أنت ولا كمان هاي وجهة نظر زملاء حواليك؟ يعني من أستطيع التشاور معه، بتعرف إحنا يعني وقت طويل بيأخذنا في تفاصيل العمل، ولكن نحاول أن ننقل أو أحاول أن أؤثر في من هم حولي. طبعاً أنا في مكان الآن في حوالي 20 أو 30 صحفي يعملون لأكثر من قناة، لكن بنحاول في بعض المتسع الوقت انه يكون في نقاش، انه نتناقش. احيانا ممكن اكون صائب، احيانا ممكن اكون لا، ممكن يوجهوني الى نقطه معينه اخرى، ممكن نتفاهم عن سياق معين ونستمر فيه، لكن ضبط المشهد العام صعب. طيب باسل، وشوشني شو بدك تعمل بعد الحرب؟ كلي يا هذا سؤال كبير أصعب من كل اللي سألته قبل. وشوشني بس من غير ما زملائك اللي حواليك يسمعوك، يعني احكي لي لإلي بعيدا عن أي بس اللي أحمد. يعني صراحة تعبت وبدي أنام والله، يعني النوم اللي مش على السيارة مش على كرسي السيارة. في شيء تاني؟ تلتقي بالعائلة مرة واحدة مجتمع، يعني والد والوالدة وأخوي وأولاده وأولاد، يعني تلتقي مرة واحدة مجتمعين، ولم يحدث طيلة 72 يوم تقريبا اللي فاتوا أن نلتقي جميعا في مكان واحد كما كنا، لأن البيت دمر وبيتي رحت عليه مره في التهدئه، وصعب جدا يعني بحتاج لعمليه ترميم اذا ضايل الان، انا ما بعرف عنه جديد، انا موجود في المنطقه المقابله لمدينه المغراقه والزهراء وما بعرف عنه ايش صار فيه بعد الوقفه بعد انتهاء الهدنه، مش عارف اذا ضايل العماره ولا لا اصلا. تلتقي فيهم لمره واحده هذا بكون سعيدي الحظ يعني.
مجتمعين اني بشوفهم احيانا بشكل متقطع. واحمد موجود معي يعني من يومين هال، مش قادر اروح له دائما، ولكن يعني هذا الشيء الثاني. وما عندي اي افكار بعيده الامد ابدا على الاطلاق، لانه بتفكر في مدرسه الاولاد الخاصه اللي كانوا بيدرسوا فيها راحت، نادي الفروسية اللي كان خيل تبعهم راح، اصدقاء احمد اللي كانوا بيجوا عندنا على البيت كمان راحوا. يعني هيك بتحس الامور احيانا معقده وخارج عن السيطره، تفكيرها بعد ساعه مش عارف شو ممكن اعمل. سمعني أحمد؟ باسل؟ سامعك، هسه سامعك، بس الصورة والصوت غابوا شوي، غابت الصورة هلأ. أحمد؟ باسل سامعك. أيوة. رجعت الصورة. باسل اسمح لي كمان بدي أسألك كمان سؤال، بعرف أنه يمكن هاي الأسئلة مش وقتها هلأ، بس بهمني يعني أوصل أو أتواصل مع جانب آخر من باسل يمكن بكون مغطى بكتير أخبار والطاقة لأنك تضلك قوي ممكن تغطي عليه شوي. بس انت كتبت كمان اشي مسني كتير قبل فترة، انه انت كل التقنيات او المهارات اللي تعلمتها لكيف تضلك تتعامل مع هيك مواقف او تضلك واقف يعني فقدت التواصل معها، يعني فشلت معك انه خلص استنفذتها. شو بتعمل يعني او شو بتساوي او كيف تتصرف مع لحظات التعب؟ وهون انا بدي افترض انه بتيجي لحظات تعب ولحظات انكسار يعني، بس كيف تتصرف معها؟ بالقرار، بالعودة للقرار، إنه القرار اللي اتخذناه بشكل جماعي أنا والزملاء إنه نستمر. وبحاول دائما بنسى يعني بندخل دائما في حوار مع الزملاء الموجودين حتى معي هنا، إنه بنسى إنه اليوم السبت ولا الأحد اثنين ولا الثلاث توقيت جرين، إحنا بنتعامل بثلاث توقيتات، توقيت القدس، توقيت جرينتش، توقيت الدوحة. بحاول ما أشغل بالي في إنه وقتيش عندي مداخلة، خلاص أنا موجود خلف الكاميرا، تعال امام الكاميرا وخلص، ما نشغلش بجدول انه انا الصبح مداوم ولا المساء مداوم، انا طول الوقت موجود. يعني هذا خلص صار هذا المكان اللي انا دائما فيه موجود. وبحاول استند لبعض الاصدقاء والزملاء اللي بيحكوا معنا دائما، بنحاول يعني نفضفض مع بعض ولبعض ونشعر ببعض اكثر، وبيخلينا فعلا نستمر. لكن تعبنا، تعبنا، انهلكنا، انهلكنا. التفاصيل المعقده بتزيد ضغط وقت ما بيكون زي امبارح، يعني بتحول انت بتكون مراسل، بتحول كمان بتساعد الزملاء في تقنيه الامور، تحاول كمان بدك تبحث عن الخبر وبدك تحمل السلك وتوقف فيه فوق، وكثير تفاصيل معقده، وكمان بدك تسال عن الاولاد والعائله، وكمان بدك تروح تدور على طابور المي كيف بدك تجيب شويه يعني عبوات مي عشان تودي لهم اياها، وكيس الطحين الصعب كيف بدك تجيبه، اذا جبته كيف بدك تجيبه كمان، يعني اذا قدرت تجيبه لزملائك كمان تجيبه، وحوار طويل عريض عشان تجيب يعني حاجات بسيطه هي اصلا مفقوده وبتتعبك، يعني بتستهلك من جهدك البدني. بتصحى الصبح اذا نمت لك 4 أو 5 ساعات في الليل من الساعه 7 بدك تستلم الحوار الطويل تبع موضوع الـ الطعام والماء وطابور الحمام وطابور كيس الطحين اللي بدك تجيبه، والحوارات هذه اللي هي ايضا جزء منها انسان، وقديش بنحاول نراعي بعض احنا كزملاء، مين يروح اليوم، مين يشوف، لا خلينا كمان يومين، لا بكره، التفاصيل هذه التفاصيل صعبه. لكن مع وجودنا مع بعض تحولنا حتى اقرب لبعض، يعني اللي كنا بنشوفه من الزملاء في ساعتين او ثلاثه في اليوم صرنا مقيمين مع بعض، ومش بس احنا لحالنا، حتى في التلفزيون العربي يعني معنا زملاء اخرين موجودين هنا، يعني كنا سلام مرحبا، اليوم صرنا بنشوف بعض الزملاء يعني
ما كنت التقيت فيهم من 2014 الآن صرنا مع بعض دائما بنشوف بعض موجودين هنا فبنساند بعض يا أحمد. بس أنا بدي أترك لك المايك إذا بدك تحكي إشي في هذا الشهادة، يمكن هذا الحوار وهذا الشهادة المسجلة بيوم 18-12 تعرف هذه يعني هذه حوار للتاريخ، إلى أن نلتقي وإلى أن تتحسن الظروف إن شاء الله بنعمل حواراتنا التانية وتقارب بكون في جانب شخصي أكثر فعليا حاضر من هيك، فبدي أترك لك المايك تحكي شو بدك تفضل. اولا بشكرك واستطعت فعلا احمد انه تحصل على اجابات عن اسئله كنت فعلا مخفيها ومش حاب احكي فيها بالعلن، خاصه التفاصيل المعقده في العمل وقديش احنا ممكن نكون فعلا بنكافح من اجل استمرار الصوره. وايضا بدي اقول لك وللمتابعين تقارب انه غزه بتحب الحياه، والصورة اللي بيعضوا العالم في بعض أنحاء من العالم بيروجوا لأنه غزة عنيفة وغزة إرهاب، أبدا عمرها ما كانت هيك، ومهما صار يعني مهما حدث على الأرض وكان في فعل من المقاومين لا يمكن الوقوف عند نقطة ما فعلته المقاومة قبل أن نذهب باتجاه أنه هذا كان رد فعل لسنوات من الظلم والحصار والخناق ومنع حتى سبل الحياة وتجفيف منابع الحياة. وبغض النظر عن تفاصيل ما حدث في 7 أكتوبر سياقاته السياسية والأمنية والعسكرية وما إلى ذلك، الناس الآن عندها رغبة فعلا بالحياة بالسلام والطمأنينة وبالهدوء وأنه يكون في تقارب مع العالم أكثر. إحنا أصلا العالم بيسمع عنا بيسمعش منا، اليوم غزة بتحتاج إلى أنه الناس تسمع منا، تسمع من الناس، تسمع عنا في الأخبار، بس ما قعدوا مع الناس في غزة لأنه اللي بيستطيع السفر عدد قليل جدا مقارنة بالناس اللي كان عندها رغبة بالسفر مش لأجل العلاج بس ولا لأجل إنه يعني لحالة إنسانية، في ناس بدها توصل للعالم شو اللي بيصير ومحرومين مش قادرين. فإحنا بنأمل إنه اليوم التالي بعد انتهاء الحرب إنه يكون هناك من يستطيع أن يفكر في كيف يسمع منا، وأن يكون هناك فك للحصار فعلا حتى يسمع الناس من الناس ولا يسمع عنهم فقط في الأخبار إنه ضحية وشهيد ويبكي علينا. إحنا الناس ما بدها حدا سكان غزة ما بدهم حدا يبكي عليهم ولا يتعاطف معهم، هم عندهم قدرات وعندهم مواهب وعندهم مبدعين وعندهم مهندسين وعندهم فنانين وعندهم حياة، فقط يحتاجوا إلى أنه يكون هناك ضغط تجاه رفع الحصار وليس فقط حتى وقف إطلاق النار. آتي وقف إطلاق النار، نحتاج إلى أن يكون هناك فعلاً من يسمع منا وليس عنا. بس أنا ممنون لك كتير مش شوي، شكراً. أنا يعني أحمد المشاهد أنت ساعدته اليوم يفهم الصورة بشكل أفضل، ساعدته يتحقق من الأخبار بشكل أفضل، والأهم لإلي دائماً كنت مشغول بسؤال قديش المراسلين اللي موجودين والناس اللي قاعدة بتشتغل ومهمومة بنقل الصورة ونقل الخبر، قديش هدول فيهم تركيبات وقديش بتغيروا وقديش الجوانب العاطفية أكثر من المهنية يعني والنفسية. فشكرا أنه يعني ساعدتني وجمعنا بهذا الحوار الجانب النفسي والجانب العاطفي والجانب المهني، ممنون لك. الله يسعدك، بالتوفيق وبالسلامة وإن شاء الله نلتقي عن قريب يا رب. شكرا، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية. هذا حوار أنا كنت محتاجه على مستوى شخصي وأظن كتار منكم كانوا محتاجينه، مش بس عشان نعرف باسل بس عشان نتعاطى مع كل الصورة وكل الأخبار اللي جاي من غزة. في شكوك وتفاصيل كنا بنشعر أو نتردد في طرحها، بس فعليا أصحاب الخبر بطرحوها وبيساعدونا كمان أكتر نفهم ونتحقق من الأشياء. وبنفس الوقت في إشي داخل غرف الأخبار وداخل خلف الكاميرات وخلف المراسلين، حتى في بني آدمين تعبانين جدا يعني بنحضرهم بنشوفهم بنشوف أخبارهم. بس كنت بحب جدا وبتمنى يكون وصلكم نعكس قديش حالة التعب اللي موجودين فيها ومثلهم مثل أهالي غزة. نتمنى إن شاء الله نلتقي فيهم على خير وسلامة ويغطونا مرة تانية أخبار البحر والفروسية على البحر والصور الحلوة. شكرا ونشوفكم بحلقة قادمة من بودكاست تقارب. شكرا.